أرشيف مؤسسة الطيب صديقي المغرب. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مازال الصباح بكري، عليها بديعة مازال ما فتحت الشباك. اللي شافني وقت مسمر هكا يقول هذا ما هو إلا مجر الليلة. أش خرجين من بلادي؟ أش داير هاد البلاد؟ التفليسة هي مش كاين شي مفلس ولا غير انا. مخلي القصور والتضخيم والرفاهيه فاش عايش وجاي كنتكرفس بلادات الناس. وانا كون بغيت البنت المخيره في هاد البلاد يعطيها لي بها بالربع في الكلمه. انما انا اللي ما بغيتش البنت اللي تزوجني على ود الوزير، ما بغيتش البنت اللي تزوجني على ود الطمع. بغيت البنت اللي تحبني ونحبها وتوالمني ونوالمها. وهاد الكسوة فاش جيت مخفي هي اللي غتبين لي واش بديعة كتحبين نفسي او لا. تغنى الهزار بوقت السحر. شهد الصلاة سبحان الله. فقمت اغني لضوء القمر. تغنى الهزار بوقت السحر فقمت أغني لضوء القمر. ميزان الذهب، هذا استهلال معتبر، هذا غادي يطلع على الريق. هذه قصيدة مضخمة، زيد فيه. أرتل لحني ولحني غريب لأني على ما أراد القدر. حقيقة لأني على ما أراد القدر.
الشعر والعبقرية والنبوغ بالقناطر والرزق بالقراب. خليق بحقي في برج الحياة وما خلقت له كل البشر. أسيدي رانا عملت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجل من التم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. راني عفريت وشرب الزيت ومبخر بالكبريت. إيه لو كان غنت لكم هذا القصيدة كلتو أو عبد الوهاب لو كان بان لكم فيها عجب العجب. ولكن بنا أرانا نعاود داك الشعر اللي كيوالي مشي قوما نعاود نعملو شي قصيدة على الصباح. بالمنشار حبك في قلبي ينشر أنا صاهر وأنت صاهت تشخر ينشر ينشر. شخد الحب في مهجتي شخدة حتى بقيت وحدي في الزنقة أهضر أخرت يا المعلم النجار وخرت أدوز بقشاب الهوى متدربلا يشنتفه الوجد في القفا ثم يدبر. الخينا هذا وقيل فيك لي شايفه هذا خينا وقيل كنعرفه. لا 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 هاد القلده وهاد الهمه وهاد اللبسه ما هي غير ديال شي واحد من دوك الالبه. هذا رجل الالبي. هاد الفصله ما هي الا ديال شي شيطان. اودي الله يا المعلم عزوز هاد القلده وهاد الهمه وهاد اللبسه هادي ما هي غير ديال داك السيد بدر الدين ولد الوزير. هاد الفصله وهاد التقزيبه وهاد الرزه المقلبه ما هي غير ديال داك الشيطان المريض ديال المعلم عزوز. هو بنفسه ونفسه بذاته وصفته الله يبارك فيه سيدي بدر الدين. بركة ما تحاولش بسميتي على فمك ولا غادي ولا غادي ياش سيدي. لا 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 ما بينو بين شان هادشي. صباحك مبروك سيدي خلينا لك الراحة. اجي هنا. ايه وهنا جات طلعت كل الكرموس هود من ديالها لك. سير اجي هنا جيت. جر جر معايا شوية و... ايه ودير بحالك هكا معايا و... واحكي لي على حياتك. حياتي كما ترى لا خدمة ولا ردمة ولا فلس في شكراتي. شنو كتعمل دابا؟ كنخيط الدروبة ونرقع الزناقي. ياك دبرت لك على خدمة مخزني في دار الباشا. إي نعم سيدي ولكن شكوى الله ما جابش يلا حتى مخزنيت. علاش؟ الدعوة اللي كتجي كيطيروا بها داك الشلاه ديال المخزنية القدام وكيخليو خيك عزوز برك ما تشع. ثلاث شهور وأنا مخزني في دار الباشا. يلا تعلمت وقتي. نعم سيدي نمشي سيدي نمشي سيدي الله يبارك فيك سيدي بدر الدين. ما تعاودش سميتي على فمك. نعم سيدي بدر الدين. قل لي ملي ما بقيتيش مخزني شنو عملتي؟ وليت مداح. مداح؟ اي نعم سيدي بديت كنشد طريجه ونقي كنقرح. اي ولي هنا يوريك يا سيدي اللي هنا يوريك. اسمعني شويه المعلم عزوز. نسمعك؟ لا ما بدات شي ما تسمع. لا غير سمعني وكان. ايوا سيدي لا باغي تسمع بنوب كتب في رقبتك. قلت لك يا سيدي تعرفت مع واحد الشيخ اسمه ولد الله الشيباني. هاد الشيخ هذا كان سمع الحراز والقصيده والسربه وشد القلب مقلوب. وبدا العام سيدي كيفرح الدماغات بهاد الشيء. هاد السيد كان مبلي. وقول لي بعدها اش عمل هاد السيد؟ اش عمل؟ هاد السيد واحد ما عرض على صحابه. شكون صحابه؟ والقرطيطي والحرطيطي وحمان تنوف والعيساوي عويدات وعلل ساسنو وعلل بليزو وعلل العبراج والقايد بيطور. ايوا اسماء غير انظر العام سيدي. ايوا قلت لك عرض عليهم العام سيدي ومن بعد ما تقمهم وتسلم الواكل فتالي شد الطريجه وبدا يا حراس مينا بود لال وكيف تعرفوا مازال وقليبو كافر نصراني هاو جيتو في صفه عطار وبالحرور مع البزار. قال لي ما نعشاش عطار غاز عطر في الخيمه يكفاني وابعز لك لا ماودي يفرح لك لا ماودي حرز مينا بورلان وكيف تعرفوا مازال وقليبو كافر نصراني واو جيتو في زبد سفناش بالمقالي والدخان عجاج. قال لي ما نحتاج سفناش اخرينكو في الخيمه يكفاني اخرينكو
بغير نعمل شرف الله وقدرك. يا وجيت في صفة نحلة مغلفة بقشور البصلة في الحين جبد المكحلة وقرص عينه وشواني. وقلت لك العام سيدي ملي كيبغي يسمي راسو زعما هو الشيخ نظام هو اللي نظم هاد القصيدة اش كيقول؟ قول لي اش كيقول؟ كيقول أصل بنادم الموظف في المعاني عريحة شلاف ما حط بيا الخرشة في وضع على ذاك الشيباني. زعما هو مول القصيدة. إوا هادي قصيدة واش هادي واش ما قصيدة؟ وراها مازالها طويلة العام سيدي راها طول من عقل مولاها راني غير عملت لها الملخص ودرتها بالمقص. أما هي باقة طويلة. إيوا ايوا العام سيدي من بعد فرع لي دماغي افرع لي دماغي بالحرار والقصايد والسرب نزلت له التعريجه وقلت له منا وعليكم السلام. وشنو بديتي كتعمل عاوتاني؟ شنو بديت نعمل؟ شنو بديت نعمل؟ وليت طبيب. طبيب؟ اي نعم سيدي طبيب. انت طبيب؟ انا طبيب. والعجب هذا لا تعرف شي نعم طبيب غير من العينه ديال الكفيفه والمطل. هاد هو البط هاد هو البخت ها حنتاتا ها منتاتا ها زغبل فارليسي ها قعقلو ها الجعده ها الشنزقوره ها زبيبه الليدور واحد العداد متعدد من البشر يا سيدي اللي كويت واللي عرشت واللي حميت واللي خليته محطوط بحال امانه لا حركه ولا سكون الا باذن الله. زيادة على واحد عدد متعدد من البشر اللي صفته بالبريد المستعجل من دار الفناء إلى دار البقاء. خد ملكية في الدار، خد ملكية في الجنب، خد مول الشقيقة، خد مول النقصة، خد مول البوزلون. إيوا في التالي؟ وفي التالي نعم سيدي فقوا بيا رجال البلاد، ما عطاهمش الله رفعت على يدي. إيوا؟ إيوا وأنا كنعاود ندور لك ونتبرم على المصباحة وصبحت لك فقيه. فقي؟ اي نعم سيدي فقي. وشنو كتقري؟ اش كنقري؟ الجهل. اش غتنقري؟ سحر نحال كنسبب العيالات. هذا ما هو زينتي وهذا ما هو دمياضي وهذا ما هي وهذه ما هي دقاق وهذه ما هي غبابر وانا خدام كنشلب لك على العيالات وكلو الزعتر يجي كيعطر عيط له في الشطابه يجي دابا والماليه داخله عليا بحال الشتا وانا بحال مولاي بالنصر. شويه شويه العام سيدي وما يعيقهم. فقوا بك فقوا بيا ما عطاهمش الله رفعت على يدي اللي كتبت لها باش راجلها يبقى يحبها طلقها اللي كتبت لها باش راجلها ما يتزوجش عليها جاب عليها اربعه اللي كتبت لها باش تزوج بقات صغيره بديت كنظن عام سيدي شط المجرمور والحجابات وجالس وحدي ولا كاين اللي كتقول لي السلام عليكم كنمشي نشد فيها وانا نجمع لك العام سيدي ذاك القزال ونسيح ارض الله واسع من هاد البلاد لهاد البلاد هاد البلاد تخوى وهاد البلاد تعمر هاد البلاد تخوى وهاد البلاد تعمر ولي خوى ولي عمر الى الله هنا كنبات عند غني هنا كنبات عند فقير هنا كنبات عند تاجر هنا كنبات عند صانع هنا كنبات عند وزير هنا كنبات فندق هنا كنبات مع البهايم هنا كنبات مفرش الارض نغطي بالسماء هي وما جابت قال لك العام سيدي اللي ما جاب ما عرف بحق الرجال. عندك الحق اللي ما جال ما ربح حق الرجال. إنا جال ولا رجال ولا دنجال. عيتي راسك. والله ما كاين غير مطور الخوف. هذا زمن التهافوت. وتهافوت التهافوت. الله طله 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 طله. والناس كل واحد على شمطون. هذا عنده 10 بغى تولي عنده 1000. هذا عنده 1000 بغى يولي عنده مليون هذا عنده مليون بغى يولي معناتها عنده 100 مليون هذا عنده 100 مليون بغى مليار هذا عنده مليار بغى 100 مليار هذا عنده 100 مليار بغى الكره الارضيه هذا كيحفر لهذا هذا كيشوف كيف يغرق هذا هذا مرته شابت كيخصو كيف يزوجها هذا بنته خصو لي من زوجها والناس يا الحبيب عليا ما كاين غير خذوهم اقتلوهم جري عليا جري عليك جري عليا جري عليك جري عليا جري عليك لا راحه ولا سكون الا باذن الله الحمد لله يا ربي القلب هاني واخا الجيب خاوي انما الحمد لله واكلين شاربين مضخمين واللي بغى يربح
العام طويل. وفلسفة هذه عندك؟ هذه نعامة سيدي فلسفة تنسى الهم ينساك. شك نعامة سيدي عينيك مقنزعين مع ذاك الشباك. ياك أودي لاباس خبرونا تصيبونا. اسكت. ياك. الباب كي تحل. أيه. أجي هنا أجي. لاش. أجي هنا. أهلا. أجي هنا بغيت نسأل. أه ما المنزوز. الله يا ربي الا نسمه كتدخلنا هاد الشرشم. ايوا شتي انت اللي دائما كتسدو كترقو علينا. اش داكشي في يديك يا لالا؟ درت المراجعه. فاين مراجعه؟ قراني الفقيه برطال. واش قراك تاني هاد الفقيه برطال؟ قراني الدرس المبني المجهول. اش غادي يقضي لك يا هاد البنت انت هاد البني المجهول؟ هو اللي قضى الناس كلها غيقضي لي حتى انا. مصيبك على هادي، مصيبك على هادي، حتى انت باغية تقراي. ومالي انا كي جيتك؟ العينين في الراس والخليقه كيف الناس. وراد باك معايا مشي حسابك رانا شي. يلا طف يلا طف، سير سير جيب لي درس العربيه قبل ما يمشي. وعلى الله يديك من الحلوه. ودابا غير عتقني وسير جيب لي الدرس قبل ما يمشي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. أفاين ما هنا شعي؟ أخي قلبوك أنا راهو تحت الشباك. ما هنا والو، ياك ما دازش شي واحد من هنايا. ما داز حد، يمكن البرد طيرها. البرد طيرها. البرد، الريح، الغر بهذا يا لالا. اي والله رانا منونخ بن منونخ، ما نحتاج حد يقولها لي، غير قالت لي نزل تميت هو ديك راجل البلاط، كان لازمها هي تقول لي هود وانا نعيق ونفيق. الله يعمي هادشي صعلوك، الله يجعلني نلقى شي واحد كيدور هنايا. سمعتي يا لالا، انا هاد الشرجم غادي نطرق باباه ونتهنى عمرو العاود تحل. اسدو وطرقوا باش تهنى في خطر احسن لك. ايه الا طلقتيها لا توريها ضربها. دخل يلا تلقى راسك. هادي لالا فادي عاد رقات السرجم. ياك. تعالوا نشوفوا واش قالت لنا في هاد البحر. إن اهتمامك بي يحرك شجني. شجني يا شجني. فإذا كان قصدك نبيلا وغايتك شريفة فاستعمل هذه الحيلة لتخبرني عن أمرك وعن ماذا تريده مني. ذلك بأن تنشدني أبياتا شعرية تخبرني فيها عن اسمك وحرفتك ونسبك ومحتدك، وكن متيقنا باني مستمعه اليك من وراء النافذه، واياك ان تنطق ببنت شفاه قبل خروج وصي الشيخ الحكيم رضوان. وقد سير 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 يا لطيف يا لطيف، يا
ناس يا الغدارات يا المكارات. الراجل بقد وقمته هبطتو كي يسكركم بحال عمي قوبكو. اما هنا شوف ياك ما دار شي واحد من هنا الريح الغربي. يا العيالات يا طياحات الشهر. الشيطان بقدو وبقمته قادرين يضحكوا عليه ويلعبوا عليه ويزوقوا له راسو بهذوك ويشطحوا حيدوس. هو 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 حبيبتي بديعة. حبيبتي بديعة إيوا أنا عاجي وطرني السيد كيتساين حبيبتي بديعة ونعلم عزوز في دار الغافلين. شش عندك الحق. والله يا معلم عزوز ومشيت طلعتي شكل مع فمك يا حتى نبقك. نبقك؟ ولكن على كلام القلب. ايوا عبارة جميلة هذه. نبقك؟ اش هالكلام ولا بزاف؟ اللهم سكتي. يا ولد الوزير. قلت لك اللهم سكتي حتى نبقك. صف. هذه العبارة الوحيدة اللي كاينة في القاموس. وشكون قال لك اسيدي انا غادي نتكلم؟ المعلم عزوز بحالو بحال السير. وزمان قالوا دهن السير يسير. والدهنة ترطب الخرازة. النقبة تجيب الديك من قاع سوس البتازة. اجي يا معلم عزوز باقي ما بغيتيش تبدا. ايوا سيدي اللي لبدنا ولا يخالف بينا عن طريقة الهواء والجوا. ايوا المعلم عزوز ملي طلعتي على القضية كيفاش عاملة غادي نحكي لك قصتي. احكي لي سيدي انا ليك بجلودني نحكي لي سمعنا. هذه واحد ست شهور المعلم عزوز مشيت لك الفاس ودزت لك مع البطحة مع جنان السبيل مع هذيك الدنيا وانا نلقى لك واحد الغزاله. نعم سيدي. واش نقول لك المعلم عزوز؟ ايه من نهار شفتها وانا ما كناكل ما كنشرب ما كنعس. يكون لك في العوينه مسكين. هاد البنت يا المعلم عزوز عيون حجبان قد قامه ويلي صوت نظره مشيها. يا سيدي تكيس عليا حول عليا حول عليا الحاله ضعيفه تكيس عليا. الحاصل سبحان الذي خلقها وانشاها بالزينه المعلم عزوز. يا ما عيونس وهذه ست شهور وانا كنقلب عليها ما خليت عليها حتى بلاد من مراكش حتى الوجده. الله يكون في عونك مسكين اللي ما عذرك شي كفر. وهي ثلاث ايام قالوا لي بلي ساكنه هنا وبلي اسمها بديعه وبلي هي من عائله كبيره ولكن محجورة ومزوجة بواحد الشيخ اسمه الحكيم رضوان. وما يتساكش عين على الناس. اخترتي ونزلتي. ما عندي ما نساك. حقيقة لأن بديعة من عائلة كبيرة ومربيها الحكيم رضوان ولكن شكون اللي قال لك مزوجة به؟ والناس كلهم. لا 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 هذاك غير الحكيم رضوان كيطلق داك الدعايات المغرضة والإشاعات باش يجلي عليها الخطة ويبعدهم. حقيقة هي محجورة عنده ولكن ممزوجة شي به. ممزوجة شي به؟ إيه بشرتي المعلم عزوز الله يبشرك بالخير. ولكن قول لي المعلم عزوز واش أنت كتعرف هذا الحكيم رضوان؟ بحال اللي كنعرفك أنت. ياك إيوا خويا احكي لي عليه كيفاش عامل؟ وجه مربع دماغ مطبع ظهر محني راس محني كروش مرخية وجلود متنية شارف ومسخ وهارم قرد بن قرد فتفت بنادم. يا ودي شفتو احكي لي على اخلاقه كيفاش عامله. اين اخلاق يا سيدي؟ واحد الراجل سفيتري وسفيه شايب وعايب في عمرو قرن وغزاله وعاد قال لك باغي يتزوج بنيته عندها 17 عام. وشحيح بخيل ضربوا على الزنده ما يمنع. وهي شكون هي؟ لا بديعه ما تبغيش يتزوج به. الله يهديك اش غادي تبغي في ذاك الراجل؟ واش الراجل مازال له تشير هاد المكانه ويجبد سيدنا عصري للقنبه غادي تجوج بنت عاد قاسيه فتاح. كيفاش كدير باش كتدخل عنده للدار؟ واش انا المعلم عزوز الحجام ديالو الخاص؟ كان داويه كان شرط له كان نعمل له القواور كان قلع له الدراس فمو كله انا اللي مقلع له الفم راه بدل الفم المخزن سته د البراد. راجل حديده مصديه الى خطيته مشى. حصل الله يخطك عليا المعلم عزوز هكذا يكونوا الرجال والا فلا. دابا عاد اللي يخطك عليا المعلم عزوز هكذا يكونوا الرجال والا فلا. الله يرحمنا الزمن ما قالوش هيك كذوب. قال لك الا شتيهم رضاو علينا وحنوا علينا وتبسموا لينا عرف حاجتهم بينا.
خلاص لي هذيك المعلم عزوز. شوف كيفاش دينا في هذه القضية الله يخليك. إيوا سيدي راه كيفاش غادي ندلك في هذه القضية؟ قالت خر. معلم عزوز؟ نسيتي الطعيمة مليحة. ما نسيت لا طعيمة ولا ملاح الحمى سيدي، ولكن بارك الله فيك اش هذه الخدمة باغي تخدمني؟ قول لي. لا الله يخليك قول لي. ما باغيش نخدمك. باغيك تساعدني. وأنت كتعرف نيتي حسنة وقصدي شريف. إيوا سيدي إلا كانت نيتك حسنة وقصدك شريف، اعتمد عليا. ما نخليش شيء معك من جهدي. اجي بعدا قل لي اش غادي تعمل؟ ما تدبرليش، انت ما عليك غير تشوف وتدفع وتسكت، وانا خليني نعاون في سفينتي. راه مازال لي شيخ بابر من داك الدول اللي كنت نبيع ملي كنت طبيب. دابا غادي ندخل لك لدار الحكيم رضوان ونجمد لك القومان، غادي نضرب لك تحشيشه للقومان بالكبير بالصغير بالقعد على الحساب. الحكيم رضوان وربعته. زعما المعلم عزوز ما تعرفينيش ما عمل الشياطين. انا قلت له نساعدك بالحق العام سيدي، لا عندك شي اعمال الصالحين وريها لي بها عندنا. لا احنا خدنا غير داك خينا داك الشيبان اللي يمشي في قبيك. اما عمل الشياطين يمكننا نعملوها. ايوا سيدي ما تضرب لي حسبه. ما تسني غير نذبحوا وقت نعمل له ذبيحه الموسم شنطر. غير انت غادي تمشي دابا تعتقني بواحد اللبسه ديال المخزني واجي تقرفص عليه على ود الحكيم رضوان، غير كيسمع المخزني او العساس كتشدو العده وكيبدا يطاطي وما تيعرف راسه ولا فين ماشي ولا فين ماشي. صافي هذه فكره معتبره. هذه فكره حسنه ولكن صبار طاحت عليا فكره احسن منها. اما هي ما قولك تجيلو في صيفه مخزني من عند القايد حمان؟ قايد حمان؟ القايد حمان على ود الحكيم رضوان كان يداوي مرات هاد القايد حمان وقتلها، ومن النهار فاش ماتت والقايد حمان رافد فيه الحسيفه، وخيك رضوان غير كيسمع سميت هاد القايد حمان كيتفافى ولو النقاش وما كيبقى يعرف راسو فين هو. صافي غادي تجيلو في صيفه مخزني من عند القايد حمان وتكرفس عليه وغلط عليه الكلام راه يحترمك. ايوا اكبر ودير نصك بحالي الا معاك الزايد. دير شي عشبه او شرب شي ماء. ما تحتاجش توصيني. كنخاف عليك اخويا ما تعرفش تقوم بدور العشوبي. لا لا ما تخافش ويلي قلتيني ولا هاندا شوف. اي اش كنت كدير انا في حياتي كلها؟ لا العبا سيدي اسمح لي ما كيبانش عليك مغاغي بالكل ابدا. الكتاب كيخصهم يكونوا مدعونين. ليديات كيطيشوا. الراس مزنقن. والركابي كيضربوا العماليف. باش عادي يبان معاك الزايد ويحترمك. انا داكشي ديالنا بحال ديال الكرانك ولا؟ قول لي انت ماشي من صحاب. لا لا. انت من صحاب التقرقيبه. قلت لي الباب كيتحل. هذا غير الحكيم رضوان. عمي النقشه الحافيه راه خارج. يلا 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 يلا. انا طبع بنطبع ما نحتاج حد يقول حاجه غير قالت لي هود سميت هود كان كركب البلاط كان لازمها هي تقول لي هود وانا نعيق ونثق. انا خير هذاك القباطه شتو كاع ما ظهر وانا مكلف اليوم نجيب جوج العدول باش نتزوج بلا بديعه ونطرق هذا القمار وتولي لالا بديعه مادام الحكيم رضوان الطبيب العاجل اللبيب الحبيب. يلا نمشي نشوف هو الاول. ايوا شتي نعم سيدي هاد الفحال درتي طعناش من طويل. اويلي سمعتي شنو قال؟ اش قال؟ قالك بغيت تزوج بها اليوم. ما غاديش يكمل عليه سيدي ربي، غادي يمشي بيدو على قلبه ودقت الزلافه طاحت ترست.
وشكون هو بعد هذا الفقيبرطالي؟ الفقيبرطالي والحكيم رضوان كيف كيف، بحال بحال، خوت شقايق توام، طاح الحك في الماء ولقاه طاح تما. دويلي على الفقيبرطالي. هذا الفقيبرطالي نعم سيدي من داك الناس اللي تيحفظوا وقيتين ديال الجرومية، واربعة واق ديال الألفية، وشوية ديال النحو الواضح، وكيف ديال فراغ مغات عباد الله، وزيدون بلي بالفصاحة. هذا ما جاء في بعضه عما ما جاء في غيره فحدثنا عنه ولا حرج. حروف الجرنة عم سيدي حافية ما كتجروانه، الخوافض لا تخفض، النواصب لا تنصب، ونون التوكيد لازقة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي دماغات عباد الله. إنما عطيه الله من ما قصد باغي هو شنو هي؟ عطيه الله إيمان أضعف من أوراق النبرو، دهلو حلقو ينسى اللي خلقو. اه يا اخي اه يا اخي اش كاين؟ لالا بديعه مالها؟ حلات الشرشم. اش بغيتي نعمل؟ ويلي اش بغيتي نعمل؟ ما كانت تشوف البرا قول ليها الشعر. قالي انا شاعر. ويلي صافي الله العظيم وانت الوزير وما تعرفش تقول الشعر. نعم باغي ما كنت شاعر. غير بدا غير بدا راه كيطلع بوحدو. قول يا بركه الهوى والجوى. رماني الهوى اليك يوما مع الفجر، واني مطيع مخلص لك في الامر. مزيان مزيان عندك مستقبل. رماني الهوى يوما اليك مع الفجر، واني مطيع مخلص لك في الامر. عندك مين؟ عندك مستقبل في القافيه. زيد زيد زيد. عرفت برشد والرشيد سميتي. سميتي. وطالب علم حرفتي ابد الدهر. سميتي. أولا على شعر ولا الوزراء. سميتي. ألا أعطوك خبر إلى شاعر؟ وين سيدي لا هو سميتي يفسدوا الناس ومصلحة الناس بالعمى سيدي. لقيت ديك شوية. تمنيت مالا وافرا ثم حضوة تمكنني وضع اليدين على الصدر. يعطيك العز والنصر. زيد زيد زيد. فيا منية النفس التي أنا عبدها إليك رسولا مفصحا لك عن سري. وكلت عليك البريتة حالا فيقت علي الغيال وفكرتني بالذي مضى. اسمع المهزوز اشتقى ما جاوبتني. أسر بالقطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. سيدي بدر الدين وليس الخبر كالتمحصيل. شفت ست الشجم ياك ما خافتش واحد يسمعها؟ ما عندك من الشغب لا انت ولا هي، انكما معا في رعايه الله. قولي قولي المهزوز واش تبغي تزوج بيا؟ علاه سيدي ما سمعتيش؟ اسر بالقطا هل من يعير جناحه، لعلي الى من قد هويت اطير. هي مسكينه لو كان لقات جوانح لو كان فرفرت وجات لعندك مفرفره طايره في القهوه. وزيد النعم سيدي لالا بديعه الى بغات تزوج ما غاديش تلقى ما احسن منك. اسمعني انا مهزوز، انا قررت نتزوج بديعه اليوم ولا نطبق السماء على الارض. وانا قررت نقول لك مبارك مسعود اليوم بلا ما تطبق لا سماء ولا ارض. وانت المعلم مهزوز الى ساعتيني عمرك ما تخس وعمري ما نسلم فيك. اعتمد عليا نعم اتكل عليا. دابا انا غادي ندخل للدار ونضرب لك الشيشه القوم كلهم الحادف وستيت ومباركه وحتى القط مسعود. انت غادي تعتقني دابا باللبسه ديال المخصني وشهره وصحيحه، وما تنساش تجيب معاك هادوك رجال الوقت. رجال الوقت؟ الفلوس. هذا زمان الفلوس وكل شيء مع الفلوس، واللي ما عنده فلوس كلامه مسوس ووجوده بين الناس فرق. شحال خصك تكلم مع المعزوز هاك؟ لا 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 انا ما خصني شيء. اودي الله يهديك. هاك اودي والله يهديك وما تزيد شيء والله يهديك. ايوه قلت لك ما تزيد شيء. لا 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 الله يهديك ما تزيد شيء. اودي بارك وخلاص لا حول ولا قوه. ما تزيد شيء ما تزيد شيء. الله يهديك وبارك الله يهديك وخلاص الله يهديك. اجي هنا. نعم وين؟ ما قلتيش فين غنصيبك؟ فين الحانوت؟ ويلي المعلم عزوز الحجام البشطوري مشهور في البلاد بحال الثور البلق. طبيب وقراح حجام ومداح قنان بي وقشاش بي وشاعر وعبقاري وموسيقار ونجار وحداد وقراح سبع صنايع ورزق ضايع. دابا إلا بغيت نكتب شي برا حتى شي واحد ما غادي يشوفني.
وبركه راها مريضه والاخرين مشغولين وحتى شي واحد ما غادي يصدق لي الخبر. ما خطا هاد الحيوط لا كانوا عندهم شي عينين ولا ودنين. كيسيق لها الخبر داك الشيبان تقول عنده الجنون بسم الله الرحمن الرحيم من كيخبره. اه يا رشيد ما عرفتش كيفاش نوصل لك هاد البريه. ما يخلاك الا البديعه. اش خبارك وياك؟ لاباس عليك وكيف حالك؟ لاباك الحمد لله. قول لي بلا البديعه، اش خبارك مع داك عمي قشيقش ديال الحكيم رضوان؟ ايوا حنا تنعديو حتى يفرج الله. من بعد بدك غير فرج. قول لها المعلم عزوز. اه مع من كنتي كتكلم قبيله من تحت الترجمه؟ اه لا هذاك غير واحد الطالب من الجانب ديالي. الصواب والاداب والظرافه والادميه والاخلاق الفاضله، المحاسن اللي خلق الله كلها جمعها بوحده. ياك دار والله لا خدمه الكويت. وشنو سمو عفاك؟ ما قلت لك شي سمو. لا سمو رشيد. بالحق مسكين لا خدمه لا دبا. ربنا خلقتنا وشلقت رزقنا وطرقتنا في الزنقه نضر بلا رزق. ومالو حتى هنا الا قلب يجبر شي خدمه من داكشي رفع. لا خيتنا في امل الله يوحفظك. ما كنظنش. وعلاش؟ ايوا جاب لي الله مسكين بحال الا فيه شي خله. خله؟ ايه. شنو هي الخله؟ ايوا شغد نقول لك جاب لي الله بحال الا ضربوا سيف الهوى بسهام الحشد. خلاص المعلم عزيز حتى هذه خله. ياك. حتى هي في امل الله يوحفظك. ولكن شقدا؟ الا ما عرفتش واش هذيك اللي كيحبها حتى هي كتحبه او لا. وشكون هي هذه؟ باغي تعرفيها شكون هي؟ اه ايوا حشومة عليا نقول لك شكون هي. ليا المعلم عزوز خفتي مني؟ اللي تما راك كتعرفو. هذه واحد البنية خفيفة وظريفة وإلا شفتها الغلم مطرحة عيون سرادة خدود ورادة نيف مقدود قد مقدود وسقب الله العمود. إلا صدمات على الحرير كتقول حرش، وإلا صدمات على القطن كتقول برش، وإلا صدمات على الزبدة كيطيروا من لها بعشرة. وهي من هاد البلاد؟ من هاد البلاد ومن هاد الحومة ومن هاد الدم. ومن هاد الدم؟ ومن هاد الزنقة. وشنو سميتها؟ أنا مازال ما قلت لك سميتها. لا. إيوا لالا حمرتك ودبرتك وعلى وجه النبي وكرتك. أنت في جيزة وأنا في جيزة ورميت عليك حنش قد الركيزة. إلا ما تقولي هي لالا بديعة البنية اللي مربيها الحكيم رضوان. واش كتكلم مني تكلم على المعزز؟ وأنا نكذب عليك عينيا. هو مسكين لو كان لقى لو كان دار الجوانح وطار وجا عندك هو بنفسه لهنا وقال لك كل شيء. ويا كلمة المعزز وصي ما يجيش عندي لهنا. ما يقدرش يصبر. اجنا ما صبروا اللي فيه مسكين ما هنا. الله يخليك كلمة المعزز لا كنت عزيزة عليك وصي ما يعتبش باب الدار. وعرفتي اش غادي تعملي؟ شنو؟ غادي تكتبي له واحد البريه واعطيه لي انا نديها له من تحت لتحت. ما شافنا حتى ما ساقنا حتى الخبر. حتى انا قلت لي حد كتبتها ليه واجده مكتوبه وبلا ما نعاودها هكا ديها ليه. وقول له وقول له وقول له وقول له وقول له وتقول له وتقول له وتقول له قول له غير يصبر دابا يفرج الله. ولين عنده على الصبر راه صبرت يفرج الله. شي واحد ما جي من هنا. اجي 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 تخرج من اجي من هنا المعلم عزوز خرج منها. والله الا هذا المعلم عزوز راجل خير وظريف. الله يلعن هاد السلعه. شكون؟ يا ذاك المعلم عزوز
تكبر الشفار بالقمار الاخر ديال المعلم عزوز. واش عباد الله الواحد ما يقدرش يخرج من دارو حتى دقيقة ديال المكانة؟ ومالك علاش عاوتاني طايل لك؟ غير مع داك بالشفار بالقمار ديال المعلم عزوز. كقلب لي الدار في المشلع. اضرب لك الحادك تحشيشة وخلى فمو غير مترع. وما تعرفش داك المندبع تاع الزيتو وخلى راسو غادي يتفرع بلاطيف. واش عباد الله؟ أمباركة الزهبية غادي كيشرف ليها؟ البغلة ما فتتش معاه. غادي قال لك كيعمل ليها البايخ على عينيها وهي عم يخلق. القطاع عباد الله مسعود اللي قلت لكم ما تعطيوه لا يتغدى ولا يتعشى. حط فيه طاجين ديال الكفته ودير له فيها الحشيش ومنون خزوه بمهن ولا يحق في القفز. قال لك مع الدجاج خدامين تينقبوه. ولا حيت دابا انا كنسالو واحد 100 درهم بغيت تلفها لي كلها في الدوايات. هكذا كيعجبو. مخلي الباب دار بحال الفندق. اللي بغى يدخل يدخل واللي بغى يخرج يخرج. وشكون بعدا اللي يقدر يدخل الدار من غيرك؟ انا لا الخوف من اتساع رجلها. على انت ما كتعرفيش هي باللي هالدنيا كلها ما معمره غير المطورين والمجبدين. ها وغير هاد الصباح بلا بوالا ما سرقولك شي في الدرس ديال العربيه من تحت الشباك غير على ما هو تنقلب عليه الشباك. خلاص ما ترد من حدا قبه. هذاك غير الريح طيرها ولا شي واحد كان داز ولقاها ما تعرف. الريح طيرها شي واحد كان دايز ولقاها. اما كاين لا ريح طيرها ولا شي واحد داز ولقاها. ما كاين تما غير بنيتات كيلوحوا ورقات كيجمعوهم وليدات بالقصد من تحت الشرايط بعد. بالقصد؟ ايه بالعاني. ولكن عمر داود ما يعاود. انا لالا هاد الشرجب هاد الشباك غادي نطرق باباه ونتهنى. بني عليه حيط وطرقه في خطره باش يرجع حمسه ولا متموره. هذاك هو سر الشراجم اللي كيطلو من الزنقه. هقول لك ما كانش هنا داك المعلم حجاب. اويلي حتى المعلم عزوز كتشك فيه. يشويني فيك. لا انا ما عندي الثقه في حد. بمن يثق الانسان بمن في هذا الزمان؟ بالمتعلمين الشفره القمره او بالمراه اللي كترجع رجلها تمشون او بالصحاب اللي يديهم في الطبق وعينيهم على مزاق. وراك فتي القانون وزدتي فيه. انا ما عنديش الثقه في العيالات. داكشي انا اللي كنعرفهم. داكشي علاش انا كنكرهك. شكرا لا ما كاع ما جاوبتيني على السؤال ديال المعلم عزام. المعلم عزوز؟ المعلم المسعود. ايوا سيدي راه كان هنا وتكلم معايا وتكلمت معاه وهضر معايا وهضرت معاه. وانت يا الشيباني تقلف زيتك. الله ينعل هاك العادل هاد الشبرا كل ديال هاد المتعلمين ما فيهم غير نص الماضي والدرع القاضي. الهدف سيدو فين كنت لحالك؟ دوي كنت سيدي جالس. فين جالس؟ كنت سيدي جالس جالس عاوتاني في تحرميات ديالك ياك؟ كنت سيدي جالس المعلم عزوز قلبني وقال لي انت غمر وجهك صفر انت راك عيان انت مريض ودوني. هادشي بعدا جا المعلم عزوز وقلبك ولقاك مريض وداواك واللي عطاه الله عطاه. فين داك الشيطان ديال ستيتو؟ فينو؟ الزراوط والتقمعوط. هادي ساعة سيدي ولك. الزراوط والتقمعوط. راسي خوان سيدي راسي خوان سيدي. وعلاش ملي قلت لكم واش كان هنا المعلم عزوز؟ ما قلتوليش كان هنا المعلم الحجاب. واش المعلم عزوز براني علينا سيدي؟ المعلم عزوز براني علينا على رقبتي الا هاد البلا هذا ها هو عامل لي دمع الحجاب. عزوز عامل لي دمع الحجاب.
يا مظلوم واش كان شي حق في الدنيا ولا ما كانش؟ كتكلم على الحق؟ ما عرفتينيش قادر نقطع الباب كل لسان وما عندكش الحق باش تدوي شي. انا غادي نمشي بحالي. انا غادي نمشي بحالي. كاع ما كنت باغي تجي الخدمه ديال السماره. وراه شفتي يا لطيف. وانا حقرتها هي. حقرتها هي حيت شتيت سيكيري ودري وشوها. ما عندي شي باقي. امسكين ودريويش وما عندك باش تعيش؟ ضرك عليا كملتك من هنا. يلا بالك. والله العظيم انا لو كما قلت لي انا الهديعة اتشي لو قلت لك انا اتشي بالك بالك ونرفع عليك مني. يا لطيف ايه والله حالات الكلاب هذه فاش خلوهم هذا المعلم الحجام؟ حالات الكلاب هادشي كله ده بلاش غير على الفليسات اللي كيسالو باش مين نقول له اراهم يقول لي خبش هنا هادشي اللي كاين. أهلاً بالفقيه برطان. إيوا أمر قريتي لا لبدي على الدرس ديالها اليوم. اترك عنا هذا وأرنا نتكلم فيما هو أهم وأعظم. الفقيه أنا دزت عندك للدار واش ما قالوها ليكش؟ اعلم حافظك أن الله ورعاك أنني ما خرجت من الدار إلا من أجل قضيتك ولي من الأخبار ما هو كثير وفظيع. فظيع؟ عليك لسرفكه. عليكم أنثم. يعني أن ابن الوزير لقد نزل معنا في هذه البلاد واستقر وسطو. طعم. يا الفقيه غير بشوية أنا مزوق فيك. لك با هذاك خيل اللي كيقلب على لالة بديعة. هو بعينه ورجليه وأذنيناه وأصابعه لقد نزل في فندق الكورفي ويخرج كل يوم مخفي. يا الفقيه. خلينا هذا ظاهر معقول على خزيت لله لما افتع لي شيغي لي من الآراء ما هو كثير وفظيع ولكنني أمام أبناء الوزراء ذو الجاه والسلطة لا أقدرن على شيء فلو كان من أيها الناس لفضيت قضيته وأنهيتها. عندك الحق فقه لو كان رحنا سمرنا على باباه في الغبوشية وقتل نطوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألنا ولهذه المصيبة وهذه الفضيحة عن النبوري أن تكتفينا بأن تضربنا له الطر حتى يقبض الناس به القشابة؟ أخلص أوكي الله يهديك تنتقدين الطيلة بكري بطر وهذه القشابة ديالك عيتي راسك. أه؟ أرى أنك لم تعرف معنى ضرب الطر وماذا يتولد عن ضرب الطر وما هي عاقبة ضرب الطر. إليك معنى ضرب الطر فإن كبار الناس في هذا البلد يخافونه ويهابونه يعني أنه كلما وقعت مصيبة أو زلة أو فضيحة إلا وتلقى خبرها عند الكبير والصغير وعند كريم حركم ومصامير الميدا. والله ينجيك من مصامير الميداد هذا البلد إذا قبضوا بك القشابة فإنهم يسمعونها كالحبة ثم يصيرونها كالقبة فيزيدون فيها وينقصون فيصير فيها المضاف والمضاف إليه ثم بعد ذلك يبدأ الآخر يحكيها للآخر فيصير فيها الجار والمجرور ثم بعد ذلك تكسر بها البلاد وتفرع بها أدمغة العباد فيصير فيها النعت المنعوت التابع لمنعوته فيرفعه وصفه وجره فليقدرن أحد على هذه المصيبة. الفقيه الله يهديك اش دنا حنا الجار والمجرور والنعت والمنعوت اش كتخرف الفقيه اش كتخرف الله يهديك. أرى أنك لم تعرف كلام الفقهاء
وماذا يقصده الفقهاء؟ فإن قصدي من هذه الوضرة هو أن أفكنك من هذه الوحلة. الوحلة؟ أرفقي، أنا غادي نتزوج بها اليوم في الليل إن شاء الله قبل ما تصدق لي الخبر. تعال هذا وطرنا بها خلاني وطرنا بك. ولكن أرفقي انت اللي ما عملتي والو، يا كان مكلفك بهذه الهمزه تقضيها انت. الفالطه ديالك انت اللي ما عملتي والو. الفالط ديالكم وانتم، يعني انت اللي ما فيك ما يندم. انت تعرف ولا شك ماذا يتطلبه الزواج من اجره العدول والصداق، وما تتطلبه المراه من ثياب النافسه والذهب الرنان، وكل هذا يحتاج الى الدنانير والدراهم، يعني بلغه بلادنا الفلوس. الفلوس سوى برد على الفقه، برد شي شوية، غير برد. الفلوس الفلوس، أنا غادي نجيب لك الفلوس. الفلوس 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 الفلوس. السكوت 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 السكوت. هذا رفقي يا سيدي، ما تبقى غير على خاطرك. اللي بغى العسل كيصبر القرص النحل. انت بغيت تكون فيك الفايده. انا محافظ راك الله ورعاك، اننا الان كم يصبن الماء في الرمله حتى يصبح لنا ويفتح. واياك ثم اياك ان تسيقن بديعه الخضرم. رفقي رفقي، لا توصيتي مع لبكه. وانت غتجي عندي في هذه الليله ان شاء الله، لا تتكلن علي، فإن تهيئ زواجك سيشغلني اليوم بكامله، لذا أرجوك ألا تثقلن علي. إوا سيدي الهلا يخطيك عنا رفقي، الله يجازيك عنا بخير. اجلسنا يا سيدي ولا تعذبن نفسك، فإني أعرف موقع الباب الاستراتيجي. لا لا، يجب أن أطرق الباب من وراك. أي هاي يا ابو هالفقي، كي يخصني ان اطرق الباب من وراك؟ قصوا بالنحو بلاه بالعربيه. ويا عمي قشي قش، انت تطرق وانا نحل، انت تطرق وانا نحل، غير شنو تقول لي غادي يغلي؟ والله ما نرفد عليك اليد غير بعثتك في البريد المستعجل لبرشيد. ايه ولا هذاك الفقي برطل ماشي ساهل، اضربنا له الطر وقبضنا به القشابه. أرى أنك لا تعرف معنى ضرب الطر وما هي عاقبة ضرب الطر. أشي قدك من استغفر الله يا البيت بلا شهوات هذا تضرب الطر. والله يا رفقي برطان، غير إذا دورت بك يدي وحتى أنت طلعت في الشمال. المأزز مازال ما مشيتي؟ من سعدك يا لالا اللي مازال ما مشيت. راه كان هنا رفقي برطان والحكي برضوان وخوه المزيودة كلها، وأنا راقي عليهم الأذن. ماشي حشومه عليك تنط عليهم؟ حشومه هي مرات ابليس. لو كما كنتش هنا شكون اللي غادي يقول لك باللي الحكيم رضوان باغا يتزوج بك؟ ورفقي برطال، ايه ورفقي برطال هو اللي كيدور مع هاد النعوره كيعاونو. وهاد الليله؟ وهاد الليله هادي بالحق ما غاديش يكمل عليه سيدي ربي، غادي يمشي بدقة يدو على قلبه. روح عاوتاني رجع، يلا تخش. الحكيم، ها الحكيم، راه تنتكلم معاك.
مع من كنتي كتكلم قبيله؟ هذاك غير الفقيبرطال كان هنا ووصلت معاه حتى لهنا. انما انتيا ما كرهتيش يكون كان هنا المعلم عزوز. المعلم عزوز والفقيبرطال عندي بحال بحال، اش دارك معاهم ما نقسم؟ انا بغيت نعرف غير هذا المعلم متعوس اش كيجي يعمل عندي في الدار. انا كان خويها وهو كيعمر. خلي غير لقى مباركه مريضه وراه شرت لها. مباركه مريضه على رقبتي ما جبتو غير شي بريه او شي قربله يعاود ينوضها لي في الدار. بريه؟ يجيبها لي. من عندك كمل من عقلك. ولا ظهرات المعنى لا فائده في التكرار. وتقول واش تتفلت له شي حاجه؟ والله الا وحلا معاك. اش كانوا كيعملوا هاد الليبيات لالا؟ دخل في الصحراء هذا. من هاد الصبيعه تنطلطين بالمدان كنتي كتكتبي؟ غير الشمعة حرقتني وداويتهم بشويه د المداد. الشمعة؟ الشمعة حرقاتك؟ يعجب. ارانا نشوفوا هاد الشمعة اللي حرقاتك؟ العياذ بالله. عجب العجاب. العجب. هادي هي الشمعة اللي حرقاتك. وهذا هو عجب العجاب. الشمعة حرقت لي صبعات والفتيلة جديدة. شويني فيك. واخا لالا ما عندي ما نقول. يا واد الكنيش رانا خليت فيه 46 وريقة قبل ما نخرج. رانا قبل ما نخرج الصباح كنحسبو عاد نخرج. أرانا نشوف. الجن هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه 44 45 ستة. رانا شتا ما هي شاي هنا. فين فرفرات؟ فين مشات؟ كمست فيها شويه ديال الحليوات عطيتهم للمعلم عزوز باش يديهم لبنته. واخا لالا حتى هادي ندوزوها بجغيماد الماء. يا واد القليل ياك خليتو جديد ناشف هكذا كيعمل قبل ما نخرج. والله الا لما هذا جن بسم الله الرحمن الرحيم. مالو مجلخ بالمنداد؟ مداد ازرقون. قسمت لك بها الدريره باش تبقى تشيك بها قدام صحابك. ما عندي ما نقولها لا. ندوزوها بجغيمات الماء. ها؟ قلتي ترزتي لي الدريره باش تبدا نشيك. ياك. مالك كتصفري وتخضري؟ ها؟ ايوا انا هي اللي نصفر ونخضر. انت دايما حاضي عليا الشاده والفاده. ما كاينش شي حاجه اللي ما كديرش فيها اليدين والرجلين. ايوا انا لا بخرج ونفمن عليك. قلنا لك مالي سبعاتك ما مجلخين بالمداد. قلتي حرقاتك الشمعه وداويتيها بالمداد. قلنا طب جديد هذا. قلنا لك فين الوريقه اللي مشات من الكنينيش؟ قلتي كمشتي فيها الحلوى لالا عزوزه بنت سيدي عزوز. قلنا دار الكرم هذه. قلنا لك مال القليم خليناه جديد وجينا لقيناه متلوص بالمداد. قلتي رشمتي لنا به دريره باش نبداو طرزتي لنا به دريره باش نبداو نشيكو. طريزو طرزتيه ليا. ما عندي ما نقولها لالا. ها؟ ما بقيت كنقفل معاك والو ابادي عاف هاد الدار. كتسنيني غير نخرج باش تصبحي مالكه الصفا. انما ردي بالك. ردي بالك معايا مزيان. راه الطير الحر كيبقى يدور 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 وفي الاخر كيحشم العنقر. يا ليلي يا ليلي حجبوك عني يا محجوبة. يا ليلي يا عيني. سبحان الله اش بغى عندنا هذا المخزني؟ دخلي محلك انت يلا هو الاول. اي يا شكون فيكم الحكيم رغوان ولا شعبان ولا رمضان؟ أنا رشيد. رضوان أسي. رضوان. ولكن سميت رمضان ولا رضوان هذه سميت رجل وأنتم هنا جوج ديال العيلة شنو هذا التخربيق هذا؟ رجل جبت لك واحد البرا معايا. راجل. راجل.
اسمحي لي يا لالا موليتي، والله ما يسحب لي غير راجل النيس. وراجل واش ما كتشوفش؟ راجل دخلي يا لفحك، دخلي قلت لك دخلي. هاد خينا هاد راه في دماغه شي حاجه ماشي طبيعي. دابا انت هو الحكيم رضوان، شي حاجه في دماغي؟ والله ما سكتي حتى نبقك. واش انت علاش ما بغيتش انا ندخل؟ كيف ما كان انا بعدا غادي يحشم مني. انا وليا يا لالا الله يهديك، رانا فران وقاد ذبحه وما غير دخليش غلط ما كتسمعيش. دابا انت هو الحكيم رضوان، والله الا غير شفتك عرفتك. اجي اش كتخبع فيك نينو؟ واش غادي تطرق عليا خشيشك من هنا ولا لا؟ كيفاش كتشرح فيا فمك؟ ما كتعرفش تقرا ما تبقيش عباد. ايوا سؤال ضرايف هذا. ها اسمح لي عاد تفكر. قالوا لي انت طبيب، ولكن واش كداوي الحيوانات ولا كتصفحهم؟ هذا كيصفحهم هاد عاوي البلا. ارى هادوك الفرق ديالك نصفحهم لك. شوف عاودوا لي تلخطه. والله ما سكتي حتى نبقك. دخلت عليك بالله الا ما قوليش كل صرتك عندي لهنا. انا دابا هاد الشاشيه وهاد السلام ما قالوا لك والو؟ اسيدي ما تقلقش يا عفاك، دوي معاه بالصافا. انت ما كتشوفوش مدوخ. عندك الحق لالا، والله الا هاد الراجل هذا مدوخ. انا وياك اللي بعقلنا. واش عرفتي انا جيت عندك ولا لا؟ لا اسيدي جيتي عندي. القضيه بسيطه، هادي يا وليدي واحد البراء من عند القايد حمان. قايد حمان؟ هاد خينا هذا مازال ما بغيت تفرق شي بعدا خلاص. قايد حمان الحمد لله وحده ولا يدوم الا ملكه. من القايد حمان الى الحكيم رضوان، نرجو من الله منك ان تبعث لنا مع حامله رشيد الدواء الذي طلبناه منك سالي سابقا والسلام. القايد حمان، القايد حمان هذا ما بغيت تفرق شي معنا. واخا سيدي واخا، تفضل سيدي تفضل تفضل سيدي، انا غادي نمشي نجيب لك الدواء. مليحه هيا. ردي بالك معاه. انا جبت لك معايا واحد البرا. وكيف غديروا هذا حضينا؟ حضينا؟ يا هذاك مولاي المخزني، لا تشوفني شي رخفت عليك تبدا كتكلم لي مع المرا. بارك الله فيك، انا هذه مراتك ولا؟ واش بغيتيها تكون الساع؟ وانا ما بنتي لي غير جده ولا جده. هاك اسيدي هاك، اعطيه هاد العروق، قول له يطبخهم ويبدا كيشرب كاس على الريق. وما يقيس لا حر ولا حمض، الشفاء بيد الله. الزعفران هذا جاي من قرطاقنا على السكبي والريح، بالك عليا. ولا اللي متعوس بمتعوس هذا جمعو تيجمع لي هاد الدواء. مزيان عليا تبارك الله. خرجي سميتك. شوفي شوفي انا شطيحتي من جيبك. واه راه لهنا راه لهنا. بح ماشي ديالك ديالها. يا سيدي بارك الله فيك ديالي. واش غادي تضرق عليا خنشوشك من هنا ولا لا؟ هو غادي. الله يهنيك. ها الدواء. ها؟ القايد حمان. يشربوا مع الريق. درك خنشوشك. على الفقه الحمد لله اللي زاد خلفه. والله لو كان ما جات حشومه عيب الا كنت غادي نهرس له صبرت له الهراوه. لا والله يسامح. الحق قول لي انا، واش ما نصيبوش يقراو معاك هذيك البريه؟ اش من بريه؟ البريه اللي طيح وضرب راسو لقاها ومدها لك. خلاص هذاك غير الحرز طاح ليا منين جيت نجبد السبنيه ديالي. واش غتعطيني نشوف هذيك البريه ولا ما يعجبك الحال؟ ما عرفتش فين درتها. ها هي في هاد الجهه هنايا في هاد الجهه هاي. الله يبقى يستر على تلفه. اي ما فيها شك. واش غتعطيني البريه نقراها ولا غنوريك الشيء؟ اش كاين؟ ما ينفعني معاه غير نطيرو له. قول لي بعدا انت علاش لاصق في هاد البريه؟ شكيتي في شي حاجه ثاني؟ وانت علاش ما بغيتيش تعطيني نقرا البريه؟ كاينه شي حاجه ثاني؟ والله مشيتي حتى قربتي مني تنهرب لك من هاد الدار. الله يهدى
هذيك؟ شكون اللي غادي يدرقك حتى من الشتا على تراسك؟ ايوا دابا تشوف واش لقى اللي يدرقني من الشتا ويمشيني على الحرير ولا لا؟ دابا كتعنديني؟ ايوا انا غادي نمشي نطرق الباب ونرجع ونشوف شنو غادي يخرج منك. أميتي اش غادي نعمل؟ والله العظيم الا ما ندير غير البرا في موضع الحرز والحرز في موضع البرا باش الا جا ما يلقى غير الحرز. ايوا دابا واش غادي نشوف هاد البريه ولا ما يعجبك حالي؟ لا واخا تقتلني. قلت لك لازم ما نشوفها، لازم ما نشوفها، لازم ما نشوفها. يا منتي لا بديعه، لا بديعه. قلبي غادي نتفقس بالغدايد. ما يكون بس لا بديعه، ما يكون بس ما يكون بس ما يكون بس ان شاء الله. نقراها بلا ما تسك الغبار. دون بون بون جاهي بون جاهي. هذا حرز. فيرتي 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 فيرتي. هذا غير الحزونة كيحسبني الرسالة. وجدب ما صرحني معها. آي آي. بيكون بس بيكون بس أنا لا بديعة. هذاك غير المرار طلع عليك. شوف شوف يا انت ها البريه ديالك طاحت. انا اللي الفلطه ديالي. سامحيني سامحيني عاد. دابا عاد سامحيني الا وقرا البرا. ما نقدرش نطيرو لك. الا ما قريتهاش عاد يطير لك. قلت لك ما نقراهاش. شي بس ما كاينه لالا. انا الفلطه ديالي وانا مول الغلطه الكبيره. تصالحنا. ايوا انا غادي نمشي نشوف مباركه كيف بقات من داك الشراطه. طلعي معايا. دابا نتبعك. دابا عاد نقرا البرا اللي عطاني رشيد. يا لطيف يا لطيف، ما قريت حتى فات الفوز. هو كيجسيني تخاس مع الحكيم رضوان وانا دابا تصالحت معاه. مع دار الحكيم رضوان تيقول عم الكينه ما تكون مني. ما العظيم عنده صح. وباقيه ما غادي تجي. ايوا دابا نتبعك. لالا بديعه، واش ما غادي يجي شي نهار اللي فاش تحبيني وتعشقيني ويكون هذاك هو نهار العيد ويوم سعيد؟ لو كان عملتي باش تعجبني لو كان شحال هادي حبيتك. دابا تشوفي لالا بديعه، دابا نعجبك، 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 دابا نعجبك. شكون اللي مكرهها في الفقيه برطال وفي الدروس ديالي؟ وقيلا كتعرفوا مكلف بقضية الزواج ديالي. واخا يعمل معاهم الواحد اللي عمل معاهم ونسايا باباه غير قد هكا قد راس ليبرا. وما كنت زوارا ولكن الهوى
إذا لم يزر لا بد أن سيزور. وما كنت زوارا ولكن ندى الهوى إذا لم يزر لا بد أن سيزور. شكون؟ شكون؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أش حب الخطر يا سيدي؟ أسيدي أنا الأستاذ. أستاذ؟ كحميان. كحميان؟ صاحب الكي بطال. الكي بطال كنعرفو. مسكين. وقعت لي واحد الأزمة. وجاو المستعجلات. دابا راه طريق الفراش. بيت الخطر. بيت الخطر؟ الله 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 الله. صدفة مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسيدي مزيان بعد اللي صارتك تخبرني. سير اسيدي عندو وقول له انا ماجي دابا نوصل عليه. ايوا حلاه احكي لنا يا رضوان قل لي واش كيسمعنا شي حد؟ راه خينا شي مطور. لا 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 سيدي ما كيسمعنا حد غير تكلم ما عندك شي باش تعرف. ايوا سيدي كيقول لك الفقي برطال. ها شنو؟ اش كتقول؟ اسيدي هو شويه راه عندي واحد ودن ثقيل الله يهديك. بكل فرح. كيقول لك الفقي برطال بلي ولد الوزير راه هو هنايا. شويه. وكيقول لك بلي راه وصلنا الخبر بلي رشيد. اسيدي بشويه الله يهديك. كتبت له بديعه واحد البراء. بلاتي بلاتي بلاتي. زيد اسيدي زيد زيد تتفاهموا بعدا زيد. تفضل. قلت تفضل. باش غير نتفاهموا بالقاعده. اييه كتبت ليه. وكيقول لك الفقي بطال حضينا ساكا وردنا بالك. اسيدي رانا ما مقشرش غير من جهتي. رانا عامر كثر من المستطاع. ولكن واش انت ما يمكنلك شي تتكلم بالقاعده؟ ولكن انت قلت لي عندك ودن طرشا. اسيدي اسمح لي رانا ما قابلتك هذه المقابله غير بالزمني. راه مضيرين بيا غير ربعه ديال المطوري والمجبدين والمقوصه. الله يكون لك العون. الله يكون لك العون. اصبر بعدا نمشي نشوف لي كل شي واحد راخي علينا الودن. خليك انت هنايا. الحشي باري هذا على خاطره. زدتو علاش جيت لهنا كاع؟ اش غادي يفعل معاه؟ صافي. غادي نوريه البراءه وهي البديحه. هي باش غادي يقلب لي عينيه باش يتيق بيا. راها جالسه ملي هي مع الحاس ديالها كتقراه. قراري البرا اللي قلتي لي. اسمح لي واحد الدقيقة. بعدما عرفت حسبك ونسبك هذا ما فيه شك. وحتى المداد الازرق عباد الله اللي باش داوات الشمعه هو هذا. بلاتي بلاتي شويه سيدي غير بلاتي. عمر خيرك ما نساه. ايوا اسمع سيدي. كيقول لك الفقي برطال بلي الزواج ديالك غادي تيسر اليوم ان شاء الله. ياك. ولا بديعه ما بغاتش. شو 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 شو. لا 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 غادي نوريوها البرا ديالها. وغادي نقولوا لها بلي واحد البرا هي اللي عطاتها لنا. وديك الساعه غتحشم وتغرق بها الدنيا. وما يفيدها غير تحني الراس وتزوج بيك. ما عندي ما نسالك عندك الحق. نكذبوا عليها. اضرب لنا له الظل وخبز لنا به قسامه. والله العظيم اذا الفقيه برطال صافتك ما فيها لا هادي ولا هادي ما عندي ما نقول. ايه سيدي نوبني باش نقرا الدرس معاها اليوم. ياك ايوا فقيها اش غادي نقول لك؟ هاد هي هاد الصباح راه صبحت بعدا مقلقه وطاير ليها وماشي على خاطرها عارف بيها. انا غادي نشوف واش يمكن ليها تجي معايا. حكي رضوان. عندك تجي تقول لها على البرا ولا شي حاجه؟ شو 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 البهل. ما تحتاجش تقولي الكلام جوج النوبه. كلمه واحده كيجعل فيها الله الف بركه. واللي ما عرفك خسرت. يا قلتي لي ما نقول لهاش على البرا. ما نقول لهاش على البرا.
خليك هنا الفقيه. شحال مطرك ما تجبرش كيفاش تدور. معذر معلم الزوسي، والله لو كل ما طاحت عليا الفكره ديال البراء لو كان راني وحلت. لا 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 يا لالا بادي على الله يهديك يا لطيف. هادو كيتخاصموا المصيبه الا ما بغاش تجي تقرا. بغيتي نسمت بعدا؟ قلت لك اسيدي ما تليتش باغا نقرا. ما تليتش باغا نقرا يا لالا بادي على الله يهديك. الله يهديك ما بغاش تجي لهنا يا مصيبه. انا بس ها هي ماشيه. الله يهديك يا ربي هدي هاد البنت. قلت لك ما تلاه عندي غرض بالقرايه. يا لالا بادي هاد راه الفقيه حميه. الفقيه بطل هو اللي صفو ينوب عليه. اي 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 رجلي. لا لا بديعه ياك لاباس. جيت ندورو. وتلوات لك رجليك. وتلوات لك رجليك. اتفرج ونمشي نجيب لك شي كرسي. راه موالف هاد الشيء كيوقع ليها فقيه. فقيه لا الا ما محلك. بديع كيف درتي حتى دخلتي؟ عندي كلام كثير ما نقول لك. وكيف غادي ديروا هذا مسمر هنا؟ ما تخافيش المعلم عزوز غادي يجي وغادي يعرف ما يعمل. اي 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 ما يكون بس ما يكون بس. هاك هلا بديعة. اي اي هاك هلا بديعة هاك هاك. اه ارتاح بحال بحال. وانت كتشوف الفقيه دابا اش وقع ليها؟ دابا ما عندها قابلية بدل الصعب الله يرحم الوالدين. لا ما صبر. هو انا اللي بديع الله يهديك. الفقيه الله يهديك دابا راه ما عندها قابلية. واخا بلاتي سيدي خليك الفقي. يا لالا بديع الله يهديك ما نبغيكش تمرتي وانت عاد دازت عليك هاد الخلعة هادي. مولاي الفقيه ها سيدي بدل الصعب الله يهديك. السلام والسلام. بلاتي سيدي راه دازتني رجلي. مالك انت ديما غادي معايا بالعكس. منين دابا انا بغيت نقرا عاد انت كتخرج الفقي. احكي برضوان. ياك ما تطيرولهاش خليها على خطره. ياك واخا سيدي ما عندي ما نقول. والله لا حتى انا نيت باغي نحضر معاكم لهذا الدرس ديال اليوم. ما تلاش الدرس بالعربيه كيتقل عليك. لا 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 اليوم غادي يعجبني الفقيه حميه نعاداك واجرك على الله. ايه افتح عزيزي بسم الله. يا بسم الله. درسنا اليوم علم بليل المجهول. يا رفقه على هذا علم بليل المجهول قبل بغيت قضى خلاص. قال للفقي برطال بانها لا زالت لم تفهمه كما ينبغي. ايه سيدي معك الحق. ما عرفت مالو جاني صعيب. يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره. فتقولين في ضرب ضرب وفي فتح فتح. ويبنى الفعل المضارع للمجهول بضم اوله وفتح ما قبل اخره. فتقولين في يضرب يضرب وفي يفتح يفتح. وكذلك أكل زيد الخبز. يبنى الفعل أكل للمجهول ويحذف الفاعل زيد ويرفع الخبر لأنه هو النائب عن الفاعل. هو النائب عن الفاعل فيقال أكل الخبز. أكل الخبز. وكذلك سينقذ رشيد الفتاة. إذ يبنى للمجهول على غرار ما ذكرناه فيصير ستنقذ الفتاة. ستنقذ الفتاة. حسن جدا. ومن ذلك قول الشاعر بشار بن برد فليت العيون الناظرات إلينا طمسنا اليوم طمسا. والشاهد في قوله طمسنا. حسن جدا. وكذلك قول الشاعر وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى
إذا لم يزر لا بد أن سيزور، والشاهد في قوله يزر. حسنا جدا، وأيضا قول الشاعر المتنبي جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. شفت المعلم عزوز مازال ما جاش؟ نزيد نطول شوية دابا يجي. والشاهد في قوله أرى. أعيد البيت. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. حسن جدا، حسن جدا. حكي مضوان؟ ايوا هاد التلميذة عندك مجتهد. ظلي كنسقي. إلا الطس ديال العربية ديالك ديال اليوم الفكاه. يا بلي النعاس. إي والله هاد الطس ديال العربية فاعل فرق طالع. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. الله المتبع. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. أنا غدر. ما وشرفنا وهرمنا وما بقى فينا غير الهر والفر. إيوا قول لي دابا العنعز، لاش عاود جايني للدار؟ جاي عاود تاني تحش لي القومان أو تنوض شفتي حف الدار؟ الله يهديك الحكيم رضوان، ملي كتكون شي حاجة ما ندير، راني كنديرها بلا ما ترصيني. الله يا ودي، كنعرفك. إيوا لله أش تقول لله؟ لله على هذاك الولد مسكين اللي خليتيه النهار ومطر هو كيتفوه ونعس هو، والاخر اللي راسو غادي تفرع بلاطيس. ما عرفتي ما تقول لهم، حاط لك الادهان. الله يهديك الحكيم رضوان، اللي كيعطس قول له يرحمك الله يا عبد الله، واللي كيتفوه قول له سرت نعسي تحلو عينيك، ولا خفتي هاد جوج كلمات يزيدوا عندك شي حاجه في ثمن الدواء الحكيم رضوان. ايوا راك غتشد من الريح يا ولد. ياك مسكينه هي عم يخلق، اش داك اشدي اسيدي تعمل ليها البيخ على عينيها وهي عم يخلق؟ ياك بغنا عم لخيو. ياك بغنا عم يا ايوا دوك البايخ الى ما نفعوها ما غادي يضروها. اسيدي الجوابات بعد لا قوه الا بالله. يوم بركة صغير اش عملت تحت سيدي ربي اللي غادي كتشرط ليها وهي مسكينه مهلوكه ومريضه؟ اسيدي الحراره والصهد والدم كيطلع للراس الا ما شرط لها شيء، غادي تبدا تدور نهار وما طال وهي مشبوحه في المطبخ ما دير حتى شي حاجه، اللهم انشرط لها باش يخففوا عدمها. ايوا هاد الشيء كله زيدوا على الحساب، راك غتشد مني الريح، رانا ضربني الله. شوف الحكيم رضوان، في هاد الدنيا ما كاين غير جوج مسايل، اللي ما ضحك يحماق. انا الانسان يضحك ويلعب وينشط، شكون عارف اش مازالنا في الدنيا؟ وانت براسك شكون عارف واش غادي تصبح للصباح ولا اليوم في العشيه سيدنا عذرين غادي يجبد القنبه؟ ارخي الفليسات اللي كنسالكم، ما تفلسف عليا ما تفلسف عليك. 100 درهم ها؟ 100 درهم. اه كتسالها لي، كتسالها لي في مالي ويدما في، وغادي تبقى تسالها لي الى يوم السنه والبعد. والله العلي العظيم من نهار اللي سلفتيها لي والخير فايض عليا من كل جهه، وما نكرهش دابا دير تعاود تسلفني واحد 300 ولا 400 ريال اخرى، الله يجعلها لك من الحسنات اللي ما عملتي منهم حتى شي حاجه في ضل الدنيا. ايوا تكل، راك غتشد مني الريح. دويا عزوز، واش كتعرف بعدا الحكيم رضوان؟ دويا عزوز. نعم قول لي. واسمع لي مزيان. انا كنسمع. كيف جاتك هذيك الحلوه ديال لاله عزوزه بنت سيدي عزوز؟ الحلوه. اين حلوه؟ اين حلوه؟ ايه وهانت فراسك خاصك الشراطات، ياك ما لحقتك وقت الشراطات صبر نشوف. المعلم عزوز، ياك ما نسيتي الحليوات اللي عطيتك مكمسين في الكاغي تديهم لبنتك لاله عزوزه؟ ايوا قول لي الحليوات، انت خدام كتقول لي الحلوه دوختيني. الله يهديك، انا ما شفت حلوه
لحت نتلقى عليك وقت الشرطه. ايوا كيجاوك معتبرين دايزهم الكلام مضخمين. معتبرين دايزهم الكلام مضخمين. عاد بديتي كتفكر. ايوا سيدي مبارك ومسعود صنعه جديده. يا واش عندك ما تقول؟ قولها وعمر فمك بها. يا هذاك عجزون. ايه رد بالك معايا. راك كتعرفني ملي كندابز مع شي واحد رانا كننتصر عليه واخا يكون اللي بغى يكون. انا بعدا ما كندابز مع حد. وملي كنلقى شي واحد باغي شي واحد حمق خرق ضربوا الله باغي يتخاصم كنعطيه النخال. مش كتقول؟ ايوا رد بالك. عندك مشي حسابك هذا شي حشم ديال الشطيه. هذا راه المعلم عزوز المشطوري حجام ومداح واديب واليف وشاعر وكلبي وموسيقى بفضل الله. يوم اللي انت يا سيدي فنان وشاعر وموسيقى بفضل الله. اش داك تحجمت ما كتسمع شي؟ قاتل بن سعدين والا فكش الله يعطيك شي شويه من قلب سعدي. ما كتسمع شي قاتل بزهرين والا فدع. ما كتسمع شي ما جبرها احد كيف بغاها. لا سيد الطبيب سالتك الله الا ما حكم بيني وبين هذا الرجل. واش ما جبرها احد كيف بغاها هي او لا؟ وشكون قال لك انا طبيب؟ سمح لي نعماس سيدتكم ماشي طبيب. لا لا غير شفت تقلب لك البنيه النبض. قلت مع راسي ربما طبيب جيتي تداويها. ايوا دابا غير قول لي انا مع المعزوز اش جاي تعاود تعمل عندي هنا؟ ها؟ قول لي جاي بعاود ثاني شي بريه؟ ما كرهتي شي خويا ليك الصحه؟ ودي زين نيتك راني جاي غير نحسن لك ونضر لك بهذا الخنشوش البشوش. لا سيدي انا ما زربانش على هذا الخنشوش البشوش. تسعى ورجع. اي اي انا نفسي تكلسه. اي اي اليوم راه عندي الحسنه ديال القايد حمان وربعته. واحد بالعاديه نلقماقم همزه واش من همزه؟ بالحق قول لي قول لي قول لي واش باغي تتبدع؟ بغيك ولا لا؟ يا عاد كتشك في هذه الصفه هذيك على المعلم عزوز. الله يهديك كتحكم رضوان تيخصك تكون محسن ومأنتك وضاير بطرافك ومزوق باش تكون تخطف ماشي الله يهديك. والله الا عندك الحق ياك صندوق ما ندويش ياك نطيح لك على النقطه وما ندويش واحد يشهد عنه. يلا اطلع بحالنا المصريه. يا الله عزيزي ونضربوا لهاد الحياه في تفصيلة. يا الله عزيزي ويلي ويلي. انا جليتو هذا ما غاديش يطلع يحصل في المصرية. هذا هنا غادي يحصل. الله ايوا اداب هذا غادي تبدا تحصل قدامنا. حشومة حشومة والله تعمل له المدفع من هنا لا تقلع. بالحق الا ما تخرجوش ما نشيل مع المعزوز. الحادي هات سيتو امبركا الحادي هات سيتو امبركا ارونا على الحرب اليوم الحكيم رضوان غادي يحصل. هاي 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 على قليب بال من وضلي في الدار. انت بعدا خليتي فيهم شي واحد اللي يتحرك. وسيدي الا ما تحركوا شي هما انا نتحركهم. عطيني الصور انا نمشي نطلع للمصريه نجيب لك الحوايج اللي بغينا كلهم. هاك يا رد بالك شوف من هنا انا اللي غادي نمشي. شلك شي فيك تبارك انت حديهم بجوج على ما نجي. واو واو
وجد على مد الأمانة في الزرمانة. على شوية كنت غادي نخرجوا بالحق، إلا ما نخرجوش ما ناش المعلم عزوز. هاي 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 غادي نمشيو نخلي هاد المطور هنا. هاك هالصوت، أنت اللي غادي تمشي وعندك تقرب شي حاجة. واش أسف الحكي رضوان، واش أنا نعلم لك على الغش؟ رد بالك. خلاص الله يهديك، بقى ليا رد بالك رد بالك. هذا هو السبب. ها؟ حياني. شتي هاد بلاي الله المتسلط؟ هذا هو المعلم عزوز، هذا هو اللي دار رسالة لبدر الدين. دار مطرق ومطور. هاي 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 مطرق وسكتي. الحق ما بقالو ما يطير مورايا. ياك فات الفوت اللي عطا الله هدر. ما تخافش عليا الله يهديك. الله يهدي الله يهدي. واش ماشي عيب عليكم هاد الهضرة في الودن القدامي؟ الله 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 يسقط على اللي لابس عليك نهار الاولى المعلم عزوز. الله 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 الله. ما تخافيش يا مديحة، اليوم غادي نتزوج بك باش نفكك من هاد الشبالي الى قبلتي عليا. اش من نهار يا رشيد؟ اليوم ان شاء الله المعلم عزوز غادي يسرق السواد باش نجيو في الليل، ولكن قولي لي هذيك البرا اللي طيفتي لي. الله 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 كيف بعد نتروج بكيت هوالي الله يضل تبقى ورجلي ما خلص شيء وكنت غادي نتاح السرود. الله يكون في عوانك يا مسكين، تكعورتي على فين كانوا عينيك؟ فراسي على ما كتسمع شيء. قل لم يوصلنا الا ما كتب الله لنا. ما كتسمع شيء المكتوب على الجبين، لا بد تشوفوا العيد في الحين او من بعد الحين. هادشي كله انت ما كتسمعوش. ايوا الحكي دخلت عليك الله، واش انا ما عنديش غير من غيرك؟ ما غادي نبالي شي خلاص بهذا الخنشوش. ايوا شوف شحال فيك ديال الفشوش. ايوا شوف واش بطلقنا خلاص، شوف واش بغيتي تهضر بينا خلاص. ايوا خلاص ابو ناجي تحصل الى الله يهدي ما خلق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. والشاهد بقوله عين مسهدة وقلب يخفق. ويقول الشاعر فليت العيون الناظرات إلينا طمسنا اليوم طمسا. والشاهد بقوله طمسنا. وقول الشاعر المتنبي جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. حسن جدا حسن. وقول الشاعر بشر بن برد وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لا بد أن سيزور. والشاهد في قوله يزر يزر. أعد جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. حسن جدا حسن. قلنا يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل. ناري رفقي برطنجة. صافي تفضحت، أول من نعاود بعد هاد الجن. اش قالوا لي رفقي برطنجة؟
اهلا وسهلا بالفقيه برطال. اودي ياك لاباس، لا تسول على خلعتي عليك من سقت لك الخبر في بيت الخطر. والله ما كنت غادي نجي الا برجلي، لو كان ما شدنيش راي صاحبك الفقيه حميان. بيت الخطر؟ الفقيه حميان؟ اسيدي واش ما عاد نحسنوا شي هذا نتعو سد الحياة؟ الله يعين على الخدمه هذه، العياذ بالله. ولكن اسيدي اجي عندهم ربع، اجي عندهم خلي الادب، الله يهديكم، اجي عندهم ما، اجي عندهم ما، الادب. لقد فسرت للحكيم رضوان كل شيء، وقلت له بانك انت الذي ارسلتني لاقوم مقامك، ولقد فسرت لها درسها في المبليل المجهول. المبليل المجهول؟ رفقي حميان؟ والله اني ما افهم شيئا. اودي سكتنا. حتى انت، انا لله وانا اليه راجعون. الحكيم رضوان. الحكيم رضوان. قل له بلي راه متفقين على كل شيء وبلي انت على باله من كل شيء، نمشي في حلال بديعة. عندك الحق. الفقيه. الفقيه. زيد لهنا قرب. عندك تمشي تفضحنا قدام لالا بديعة وتسدنا كل ما بنينا. ماذا تقول؟ اسيدي راه سمك ما بقاش حي في الضيع. قريبا تاتي بحجاب مثل هذا يتكفش مع الناس. الحكيم. ما المراد بهذه الوساوس كلها؟ الكل يعرف الكل وعلى قلوب السعالية قفة وفي دار قفلة. شاتي بها لا هتقيه الا هذاك التلميذ ديالك معتبر، ما عندي ما نقول، اخترتي راه ما تخطر. تلميذ؟ لقد جئت لأخبرك بأن ابن الوزير قد غادر الفندق. أتقيه الله يهديك، راه عندي خبر. أسيدي. ومن قالها لك؟ قالها له هذا. وتفهمنا؟ معاك الحق، معاك الحق. أسيدي راه تصمك، تصمك ما بقاش يدي سمع. أتقيه. إيوا مدرا شفتينا العدول. عباد الله واش هذا وقت العدول؟ عباد الله واش هذا وقت العدول؟ والله ما كنخاف ما عاد نعاود نطير شي ودن ولا نعاود نطير بشي نيف ولا نطير شي شرقومه، وخلينا نحسبوا هاد حياتنا. واش هتلقي شفتي لنا العدول ولا لا؟ اي عودوا للتعني. انا تشوف الدوار وعيني. واش نسيتي خلاص؟ لم ارى عدل ولا نصفه. ايوا هذا وما غادي نحسبوا شي هاد الحياه اليوم. ايوا شوف واش بغيت تطلقنا خلاص. افقي بدل هاد الساعه ساعه من غير ذلك. دابا يفسدنا العزيمه كاع كلها. افقه. شت وجهك باقي صفر، شتك مازال عيان مع راسك. اصفر؟ انا عيان؟ انت عيان، انت مريض، انت مريض بالكبد، واذا لم تنصرف حالا فسيتسلط عليك داء ابي شنينك القزواني الخطير. ابي شنينك القزواني الخطير؟ افقه. ايوا سير لدارك وتغطى ودفدف. الله يمسك بخير. افقه. والله اني لم افهم شيئا الا ان السلطه قد اقنعتني بضروره الخروج. ما يكون عندك باس افقه. ما يكون عندك باس افقه. الله يمسيكم بك، تبقاو على خير. افقه. والان لم يبقى لك إلا أن تنصرفا. سأنصرفا. وستدحرجا. وأتدحرجا. وتتكركبا. وأتكركب. عزوز. لا حول ولا قوة. ابتع ارجعي عنك. أرفق. من قال عنك شبعت. وإلى اللقاء. اللقاء. مدة. مشيت فجعه، مشيت بلا رجعه. والله ما تقول هذا الفقيه يا ما عدا شي مرياح او شي واحد عايش بعيشه قنديشه. وشتو عيني كي كانوا داخلين فجعه؟ انا كيظهر لي ضربوا الريح. لا 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 مسكين، هذاك غير قوا عليه الزرود والكساكس والطواجن والكيوس حتى ولا غير هو غادي يفصل القهوه كيدوي بوحده. واش دابا غادي نكملوا هاد المزغوبه من الحياه ولا لا؟ غادي نكملوها الى هذاك الله وسعتي خاطر، يبقى على خاطر، غادي ندير لك الحسنه ديال عندك الحاله. بدمر هما يكملوا، حنا نزيدوا في الطاش شويه.
يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره. فتقولين في ضرب ضرب. المعلم شفتك مضرك من شنيا قضيت؟ اش بغيتي؟ دوز لهاد الشيء شوية حتى أنا. يا سيدي ماشي ديك الجيل. لهاد الجيل. أنا. شو. دابا حيت سويت على المعلم عزوز اليوم غادي نقدوك من هاد المتعوز. واش غتخليني نشوف ولا لا؟ واش عباد الله الدرس ديال البني المجهول كيتشاف ولا كيتسمع؟ قول لي واش كيتشاف؟ الدرس العربية كيتشاف وكيتسمع ياك الله كيتشاف وكيتسمع كيتشاف وكيتسمع الله 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 عيني 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 أسيدي عيني شوف عيني يا سيدي الله يهدي هيا 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 ما فايت شوف قلت لك هذيك هذيك برا اللي صفت لي رانا ماشي شكل ما يبقى ما حشمتيش مال ياك لاباس الله يلعن من لا يحشم عقلا ذكرك انت واه عليها بديعة كرهك قولي انت ديما هكدا وانت جايبك عليها وكيف دوي انت بديعة متفقة معاه ايوا راك قولي لي قولي يا بديعة قولي هذا الرجل رجلك ما حماقتش باش نتزوج براجل كبر من با كيفاش كبر من باك انا ما حشمتيش قليل تحيا تقولي كبر من جدك انا ما نضيعش حياتي مع راجل ما خلق ليا ما خلقت ليه كيفاش اولا المصطنع الحماق هذا المصطان هذا عباد الله ايوا واش غادي نقول لك الحكي رضوان حقيقة صعيب بزاف على واحد البنية عابر مك الرجل ديالها الأولى في الدنيا تزوج براجل رماز ليه بجوج في الآخرة صعيب بزاف هي عندك الصح أنا بلغت سن الرشد ما نتزوجش بك واخا يوضعوا لي السيف على عنقي غير ما تبقاش تعيي راسك ايوا والله ايوا والله الحبق هذا اكثر من المرسطان عندك الحق الله الا عندك الحق اللي تنكبروا على الكبر دوال تيقوا فينا غير الزواجات والطلاقات والحماق والهبال وخرجه العقل انا يعني اللي عندي ما نقول هو هذا هذا الرجل ما بقى قبض على شيء والله سيدي بالله اللي عفو الله الى احسن اللي عفو حقيقه صعيب بزاف على واحد البنت عاد قالت لي فتاح تزوج برجل في النهاية ويلي إنما أنا بعدا الله يهنيكم الله يهنيك سيدي أنا ملاح نقول لك حتى الزواج حقيقة ملي كنكبروا كيقوى فينا قوة الزواجات والطلاقات وكنحماقوا ما تيبقى لنا عقل لا صافي هادشي اللي بان لي أنا اللي بان لي هو هذا حيت نخمم وفتا اللي بان لي الحكيم رضوان حماق مما لا شك فيه لا صافي الحكيم رضوان حماق هذا امر لا شك فيه ولا خلاف الحكيم رضوان حماق ويلي الرجل عاد ترى البنيه عاد قالت لي افتح تزوج براسك في النهايه وانا خرج العقل هذا لا هذا الحكيم رضوان حماق ابقى له هادشي اللي كيبان لا واحد شي نقدر نقول صافي والله اللي كان اللي غادي نقول لكم هذا الحكيم رضوان حماق ساعتك سعيده بقيت لك انا ما عرفت كيفاش حماقيت صح مع الحمق انا بعقلي معلوم بعقلي انا بعقلي بعقلي عباد الله انا بعقلي بعقلي معلوم بعقلي بعقلي
بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي بعقلي كيفاش الفقيه كتقول ما كتعرفوش وانت قبضتي منه الفلوس؟ فلو شعلتني 100 مره راجدك نفسه الجواب. فاذا كان قد اعطاك الرساله التي سلمته بديعه فذلك لانه خادم لولد الوزير. اما اذا نظرنا الى الكسوات قالوا وما يحتوي عليه من الدنانير والدراهم والفضه فذلك لانه ابن الوزير بعينيه ورجليه واذنيناه واصابعيه. ايوا هادشي اللي كتقول الفقيه ربما كله سلمناه. انما انت علاش قبضتي منه الفلوس؟ ويديك عليك يا مرضوان ويديك. يقول العامة زغبط من القط ولا يمشي فلت. ولا يمشي فلت. احينا عليك الفقيه. ايوا دابا دخلت عليك بالله الى ما فتي عليا شي ريال فقيه. واش نتزوج بلالة بديعة ولا لا؟ ليس لي رأي واضح في الموضوع. قل لي مثلا غير لو كان كنت في بحر لاش تعمل؟ لو كنت مكانك لما أرغمتها على الزواج. علاش الفقيه؟ اعلم حافظك ان الله ورعاك ان الزواج منزعة. فإذا تزوجت بامرأة وهي تكرهنك وتبغضنك لما سعدت بها ولا ما عندما ولا ما عندما يا شرفه عندما ياتي المساء وينعدم عنصر الثقه. ولكن دابا انت غير اش خايف تقيو بلاش الظهر حبلى لا تدري ماذا يلدن لك من المصائب العظمى. فكن من الذين يفهمون بالغمزه ولا يلجئ الناس للذبزه. ودابا دخلت عليك والله الفقيه ما غير قول لي لو كان كنت في محلي اش تعمل؟ اما احسن واش نزوج بها وخنافرها الله ودوب الزمن ولا نجلس هكذا كنموت بالفقيس والخدايد. أوصل بك العشق والغراب الى حد الموت؟ واكثر من الموت الفقيه. تزوج بها اذا تزوج بها اذا داكشي اللي غادي نعمل وفي هاد الليله ان شاء الله ديال هاد الليله. فعلى هذا اضطرنا بها قبل ان يضطرنا بك وحرضناها عليه حتى تكرهنا وتبغضنا ويصبح هو الدم تسنانا. ولا عليك الفقيه لا توصيتي مع بكره وانا حتى الرساله اللي عطات بديعه بدر الدين راها تحت يديها وغادي نعرف كيفاش نكحلها بها قلبها عليه حتى يولي هو الدم تسنانا. لعنني سأتركك الآن لأنني معد هام معناك لي. ياك ماشي وليمة ولا شي زردة يا شي زواج الفقيه. وهو كذلك فإنني مستعي لحضور حفلة زواج ابنة أخت المعلم عزوز الحيشان. بنت أخت المعلم عزوز الحيشان؟ ولكن المعلم عزوز الحيشان أنا ما كنعرفو ما عنده لا أخته ولا بنت أخته. هذا ما جاء في بعضه اما ما جاء في غيره فتحدثنا عنه ولا حرج منه. لا 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 هادشي ما عجبني الشي قضية هذه عندك تما. لقد دب للحساب. فما هو رأيكم انتم؟ أرفقي انا راه ما دايرين بيا هنا غير الباعة ديال المطول يوم مجبدين وراهم باغوا يلعبوا عليا. الحق ولا عليك انا اللي غادي نلعب عليهم. اليوم في هاد الليلة انت غتجيب لي جوج لالوت. لا يمكن هذا في هذا البرد القارس والشتاء خيط من السماء. إن هذا من مستحيلات السماء. أحيانا عليك الطير. إوا سيدي ها وهذا من الحجاج العشرة. معك الحق وأنا في خدمتك في كل وقت وحين فحجتك ضامضة. وعرفت يا رفيق
اش غادي يجيك مليح. شوف هادي تجي عندي انت في هاد الليله. هانت هالسرج افتح الباب وادخل، وانا غادي نبقى قاعد لك مقلص لك هنا على القومه نحاضيهم، وهذاك المعلم عزوز اللي بغى يضحك عليا انا اللي غادي نضحك عليه، واللي فراس الجمل افراس الجماله. ساعتك سعيده، احضي ناقصك. لا تضرب النحوس به. هاي 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 معايا انا وبغاو يلعبوا. الحكيم اسمح لي لقد نسيت اللقدة اوي اللي بدا يجوز فيه الوجهان. يجوز الوجهان. بحالي كنسمع شي واحد هنا. هادي 12 الليل قلبي مغموم. رشيد بوحدو هو اللي قدر يفاجئ على قلبي هاد الغمه. يا رشيد الا مشيت حتى قدرتي بيا خليتك الله هو اللي غادي يجازيك. بديعه مازال ما طلعتي لبيتك، مازال ما نعستي. مزيان انا طالع الناس. عملتي نيت مزيه اللي باقي ما نعستي، حتى انا رانا عندي شي كلام مهم بغيت نقوله لك. ما قداتكش تماره فاش نقي النهار كله، عاد مازال باغي تفرع لي دماغي. بديعه سمعيني سمعيني عافاك. حتى الغدا ونسمعك. انا مزوق فيك غير كليمه. الصبغي ما يجيش رشيد دابا. تكلم تكلم وقول شنو باغي تقول. قولي كتعرفي هاد الرسالة؟ ايه عرفتها. سمعيني يا بديعة، انا راه ما كنبغي شي نلومك او نغوت عليك، على حقيقتاش كنعرفك غادي غير بنية حسنة، وانا راه ما كنبغي لك غير الخير. سمعي الكلام يا بديعة. ما عندي لاش نسمعك، حتى الغدا ونسمعك. هذه هي الرسالة اللي كتبتي لبدر الدين. بدر الدين؟ ايها لالا بدر الدين، وانا واحد المراه احياني على ذاك الرهوط، وانا واحد المراه هي اللي تلاقت بيا وحكات لي على الناعوره اللي قايم بها المعلم عزوز وهذاك بدر الدين، وراهم كانوا غادي يجروك في واحد الهوته اللي عمرك ما تطلعي منها. كيفاش رشيد يغدرني ويخدعني هكذا وهو ما باغينيش راسو باغيني الولد الوزير؟ سميتو رشيد مزيان. ربي غادي يخلصك بالحق. قولي انت ياك باقي باغي تزوج بيا؟ حاليا الغالي يغني على سؤالي. اويلي وعاد مازال كتسوليني يا بديعه. ايوا حتى انا راه قبلت نتزوج بك. ايوا لالا راهم غادي يجيو العدول في هاد الليله ان شاء الله. بالحق مازال ما قلت لك واحد الحاجه. راهم سرقوا لك السوارت واليوم غادي يدخلوا من السرجم. بنين الشفاره الاخرين سرقوا لي السوارت؟ ايوا حتى انا من هنا ما غادي نتقلع. ويلا كانوا مسلحين. مسلحين؟ عندك الحق غادي نصدقوا في حصابيس. عرفتي اش كيجيك مليح انتيا؟ انت دابا غادي تطلعي لعند مباركه المصريه وتشدي عليك، وانا غادي نمشي دابا نجيب مقدم الحومه وغادي نجمعوهم للحبس ونتهناو منهم، والمحبه ديالي ليك بديعه هي اللي غترجعك للطريق. فين هو الحق؟ المحبه ديال هاد الراجل واخا شيباني غادي تعودني كل شيء. ويلا جا رشيد غادي نعينو حتى يجي ونعرف الحقيقه من وجهه، وديك الساعه غادي نتيقن واش كان مخادع ولا لا. كيفاش رشيد يغدرني؟ رشيد يخوني هكذا؟
اه يا اخي هنا كاين الغاشي هنا. كيفاش؟ شي واحد شافني وتخبى. ها؟ واش ظهر لك نزيد؟ واش راجل؟ ما كنظنش. ياك ما تكون هذيك بديعة شافتك وتخلعت. بديعة شافني وتخلعت؟ اه. على لابوبو. زيد. عمي بوعبوع. زيد خلاص زيد خلاص. طلع. طلع زيد خلاص. عباد الله هذه هي الخدمة اللي ما عمري خدمتها في حياتي كلها. الدخول ديور الناس سطته من الليل بحال تحت الليل. زيد خلاص طلع. صافي سيدي ما لقيتي وقتها شي غير هاد الليله ما حلاتك هاد الليله وكاين شي ليله احسن من هادي عندك انت اما انا اش جابك يا عزوز لهاد المجانقه اش جابك يا عزوز لهاد الفطور ما تخافش ما تخافش انا معاك اي انا معاك انا معاك ملي يجيو يجمعونا قل لي انا معاك قلت لك ما تخافش ما كاينش اللي يقدر يحط يديه عليك ايوا نحياو قصه انا ما كنشوفش هاد القضيه بعينين قلبي انت كتشوف هاد القضيه بعينين قلبك الموتيه من العاشق الولاد انما انا كنشوفها بعينين عقلي دابا يوحنا هي شكون اللي غادي يقول البديعه باللي العدول عندك في الدار وكيعينونا في هاد الساعه اسيدي هاد القضيه ما تضربها حبه طفها لراسي انما الا جيتي تتكلم مع هاد الزبل العيالات راسي يبغوا يبانوا بحال الا قلبهم قاصح وما مسكين قلبهم رهيف بحال نسا من الصيف قلبهم ارهف من اوراق الشجر كلمه مره كتديهم وكلمه حلوه كتجيبهم ها هي المهزوز ها هي بديعه جات رشيد ها هو قلت مع راسي ما غاديش تجي قلبه ما هناه كيفاش ما نجيش وقلبي معلق معاك انا ثقت بيك وحبيتك ايه وعدك وعدي اللي ما عندك صاد بحالي انا اللي ما تقبي حد ما بغاني حد بالحق راه غتوني تكوني مع راجل ما عنده لا مال ولا جاه المال والجاه ماشي مهم المهم تكون كتحبني والمحبه ديالك من قلبك انا ماشي غير كنحبك انا كنقدسك احيانا عليك المخادع عاد عندك الوجه باش كتكلم ما كتحشمش خصك تعرف بلي رانا كنت كنحبك وكنت ناويه نتبعك فيما مشيتي بالحق عرفتك علاش مطوي ايوا كل ما حرت فلوكلو وتمره والشقا كلها مشات في كرع غراب والاجر لله اش هادشي كتقولي يا بديعه كتعرف هاد البرا هاد البرا عطاها لك رضوان رضوان اللي نقدني منكم ولكن هاد البرا انا اللي عطيتها له بيدي ما جبرت حتى حيله باش نتفك منه ما عاد وريته هاد البرا وقلت له بلي واحد المراه هي اللي عطاتها لنا وما جبرتش الوقت باش نقولها لك ايوا فهمتي وباش يثبتوا ويجعلوا في موضع الثقة كان لابد يعطي الرسالة ديالك إوا فهمتي ولا لا؟ وأنا عاد فهمت إوا الحمد لله على سلامتك اللي عاد فهمتي ويلي يا بديعة واش باقي كتحبيني ولا لا؟ حالو يا غزالو يغني على سألو سيدي بدر الدين سيدي بدر الدين سيدي بدر الدين والدنيا اللي كنتي كتقلب عليها تبغيك لنفسك وما تبغيكش على ود الطبع وعلى ود الجاه ها انت لقيتيها يوفقنا سيدي ويعفك وحالك بدر الدين اش كيقول هذا؟ يا هلا انا بدر الدين اللي ما خليتها لك حتى بلاد انا بدر الدين؟ هي هلا لا بدر الدين ولد الوزير اللي ما خلى عليك لا حاحه ولا ملاحه. وهذي ست شهور انا كنقلب عليك. بدر الدين؟ ما مهزوز معك عتق ما تخافش سيدي ما تخافش هذيك غير سقطه ديال الهوى دابا تبدات الحياه بوحديها. الله هذي قلت لك بدر الدين وانا اللي كنت غادي نتزوج اليوم بالحكيم رضوان. كيفاش؟ انت كنتي غديري هذه الفعله؟ كيفاش؟ انت غادي تتزوجي بخليفة الشيطان في الارض؟ اه يا اخي كنت تخرشش ما تخافش واش واش انت عندك شي حاجه ولا غير ما تخافش قلت لك ما تخافش ايوا انا ما تخافش ما تخافش والله ما كنخاف بعدا يجيو يجمعونا بجوج
انت تمشي لداركم وانا نمشي لجهه اخرى وقولي ما تخافش. يا ودي اعطي الراحه لراسك. جاي اليوم ورا مشي يجيب مقدم الحومه. مقدم الحومه فهاد المسلسل طوميلي؟ ايه. وانت اللي قلتيها له؟ اي انا. وكتقولي لها بوجهك احمر وعينك مبرقين. وكيفاش غادي نعملوا دابا؟ وقولي لها لمخك. ما تخافيش يا بديعه، انا غنتزوج بك على سنه الله ورسوله، هما راضين نقدك من هاد الحياه المعذبه فاش انت مع هاد الوصي الظالم. إيه. انا اللي شكون يفكني من هاد الورطه؟ تعالى وبركاته. اهلا سيادة القاضي، مرحبا، نهار كبير هذا. سيد الفقيه مرحبا، اهلا، تفضل اجلس. ما هذا؟ ماذا ارى؟ خوخ بلع ومن شافوه كيتخلع. باي حق انتم موجودون هنا؟ بحقين اثنين، حق شرعي وحق درعي. أسأل مع المعزوز. نعم سيدي. هذه هي البنت اللي كنت تكلمتي لي عليها، لالة بديعة، بنت المرحوم الحاج عثمان. إيه نعم. كنت قلتي لي شي واحد تيخطب فيها. إيه نعم سيدي. وراها بلغت سن الرشد. وها الوثيقة اللي كتبت هذه الحقيقة. والوصي عليها هو الحكيم رضوان. إيه نعم سيدي. سيدي مزيان. الله يكمل بخير. الله يطول عمرك. وهي باغية تزوج. نعم سيدي، ما في ذلك شك. قال صلى الله عليه وسلم: الزواج نصف الدين، فمن تزوج فقد كمل نصف دينه. اللهم اتق الله في النصف الاخر. اللهم صل على الطاهر المطهر. اسيد القاضي، الله يخليك، استعجل بنا. وقال عليه السلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللهم صل على الحبيب الشفيع. ولكن اسيد القاضي، خير البر عاجله. وبما انها وصلت سن الرشد خصها تكلم. ايه. تكلم ابنيتي. قابلة سيدي، قابلة. المعلم عزوز. نعم سيدي. خلينا نعملوا شغلنا. نعم سيدي. وأين هو العريس؟ ها هو. وهل هو كفء لها؟ بدر الدين ولد الوزير. وإن يكون بدر الدين ولد الوزير، هل هو كفء لها أم لا؟ إنه كفء ونصف وربع وخروبة. رجل مثمور ومعقول ويستطيع الإنفاق على بيته. مزيح. بالله يا المعلم عزوز. قربي ألا بديعة، قربي. كلمي ابنيتي، قولي واش قابله تزوجي بهذا السيد على سنه الله ورسوله؟ الحياء شعله من الايمان، ومع ذلك ابنيتي لابد تجاوبيني. وشوف ابنتي يا بديعه، الا بغى تزوجي بهذا الكماره قولي للقضيه ولا لا؟ يا سيد القاضي قابله. مزيان، الله يكمل بخير بالرفاء والبنين. اذا نفذ الفاتحه. افتحت به. إيه ولا ولكن لا يمكن أبدا. الزوج هو الحكيم رضوان وليس بدر الدين. لا سيدي، بدر الدين لا يمكن هذا أبدا. من هو الزوج؟ الزوج هو بدر الدين. وإذا نعمل الفاتحة. افتحي. يا بسم الله. يا بسم الله. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وبما ان البنيته تبارك الله بلغت سن الرشد غادي تجيو لعندي باش يتم عقد القران بمحضاري عبد العين. الله يكمل بخير بين رفائي ولداني. الله يكمل هذا الزواج بخير. القاضي افتح لنا عينوك. اسمح لي يا سيد القاضي، انا ما شفتش شيء. حتى انت هنا فتيه برطاه. وعدك واحد انت اللي ما كنتش هنا، الحكيم رضوان. هذا المعلم عزوز. ادوين انت هذاك الحجام؟ اش جيتي تعمل هنا في مصاصة ام الليل؟ حل عينيك يا هذا الرجل. هذه ماشي مصاصة ام الليل، هذا راه الصباع هذا. وانت اش كتعمل هنا؟ حيدتك عليا، حيدتك عليا، وحل عينيك. هذا سيادة القاضي، وهذا الفقي برطان، وهذا السي بدر الدين ولد الوزير، وهذا المعلم عزوز المشطوري الكاتب الخاص ديالو. بدر الدين ولد الوزير؟ ها؟ ولد الوزير؟ بالحق انت علاش قلتي لي بلي عندك القطاطعية هنا في الدهران؟ اش قال لك؟ قال لي عنده القطاطعية هنا. هذا قال لك عنده القطاطعية. شنو قالي؟ يلا اهدي. لا 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 أنا جيت ندي مراتي للا بديعة. مراتك للا بديعة؟ معلوم مراتي. أش يقول هذا بديعة؟ عنده الحق. يا قلت له قبيلة أنا باغا ننتقم من واحد ظلم. إيوا أنا انتقمت منه. الحكيم رضوان. الحكيم رضوان. واش كتعرف في هالدنيا كاين الطير اللي كيطير بجناحه وكاين الطير اللي كيطير بلا جناح. وشكون هو الطير اللي كيطير بلا جناح؟ هو بنادم. ايوا اسمعني مليح، راه طار طيرك ودار غيرك. الفقيه برطان؟ شنو هذا؟ لقد نبهتك بانه ابن الوزير بعينه ورجليه واذنيناه واصابعيه. وابقى انت كتثق بهذا الفقيه برطان الحكيم رضوان، راه شد عليك الرشوه وتيحفر لك من تحت لتحت. انت رجل ايمانه كلها فلوس. وانت فقيه لبدته كلها كيوس. الله يعلم الله يحشم مع الفقيه. لا تثق النبي. وها هو الدليل القطعي. ها هو ها هو. ولكن انا حتى شي واحد ما غادي يلعب عليا. انا دابا غادي نقوم بالواجب والمتعين. ايوا الا لحقتي ودنك غير عدها. هل انت غادي تشوف؟ بدي تطلعي لمحلك. واش غتطلعي لمحلك ولا ما غادي يعجبك حال؟ هذاك خينا ما بقاش عندك الحق باش تقيس فيها. هي راه بلغات سن الرشد ودابا راها مراتي. مراتك؟ ايه. بديعة اصبح زمام امرها بيدها، ولقد خطبها السيد بدر الدين لسيادة القاضي بصفة رسمية، وسيادة القاضي وفق. واسمح لي يا حكيم رضوان، حتى انت بغيناك تبارك لنا في هذا الزواج وتوافقنا، وإلا كان عندك الغرض غير بوسخ الدنيا أنا ما عندي ما نقول فيه. وتنسى الحكيم رضوان، أنا ما انساش خيرك، ولكن أنا دابا تنفوض أمري الزوجي. الحكيم الحكيم الحكيم
سبحان الله. الحكيم اجي اجي الحكيم 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 الله يهديك الحكيم والله يهديك. وسع خاطرك ولا تعطي شي حقك لغيرك. راح تبغي انك توافق وتبارك لينا هاد الزواج. الله يهديك هاد الرجل هذا ما باغي يطمع. ما شهوته في طمع. واش بقى لك ما تقول من غير مبارك مسعود؟ ما بقى لي ما نقول اسيدي. ما نقول غير مبارك مسعود والله يكملكم كل شيء بخير. ايوا ها انت دابا. ولكن المعلم عندك يمشي حتى لقى الفلوس. الله ينعل من واهر. ولا جات حتى للبيت. ايوا قولها له. وراني كنقولها لهم الله يهديك. الحق عباد الله شهادشي قدامنا تنقول. المعلم زوز. اش كان؟ رانا بغيتهم بجوج. لا لا بديعة وسيادي الفلوس. ولكن دابا انتم خليتونا غير الفلوس. الحكيم الحكيم راه اللي بغى الفلوس عطيناه الفلوس. واللي بغى يتزوج زوجنا. وهادشي كله ركبناه وبنيناه على المبني المجهول. Archives, Fondation Tayeb Sadiki, Maroc.